الشغل كله احنا اللي هنعمله، مش ها مش هيبقى في حاجه هوريها لكم كده، هنشوف كده مع بعض ان شاء الله. طيب نبدا، بسم الله الرحمن الرحيم. الساعه 9 خلاص كده بتوقيت السعوديه طبعا، و8 بتوقيت مصر. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ابدا باول حاجه اتكلم فيها هو يعني ان انا مبسوط جدا 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 جدا. غايه العلم، علم الاداره بالذات، مش شويه مصطلحات نقعد نجري يعني نقولها وخلاص. المصطلحات دي ليها اصل وليها ليها معاني، المعاني دي لازم تناقش. سر سعادتي هو البوستات اللي انا كنت بكتبها، كنت بلاقي يعني بسم الله ما شاء الله نقاشات جميله جدا، والعلم بيجي من التطبيق. يعني كل واحد فيكم لما كان بيقول لي خبرته في النقطه بتاعته فهو فادي الجميع، وده الغايه من العلم ده، فانا سعيد بالامر ده. النقطه الثانيه اللي يعني السعاده برضو اللي هي الجزء بتاع الاساينمنت النهارده. الاساينمنت يعني انا شفت الاساينمنت نمبر 2 اللي هو بتاع المره اللي فاتت، حوالي يعني 85% لا 85 شخص بعت لي الاساينمنت. لا حاجه جميله جدا جدا جدا، عشان كده انا فرحان بيكم جدا، فرحان بالمناقشات، فرحان بالخبرات اللي بتتنقل، فرحان بالعلم اللي احنا بنتبادله مع بعض. علم الاداره ليس علم جامد اقعد اقول لك شويه مصطلحات ومؤشرات متقدمه ومؤشرات متاخره، كل ده ولا حاجه، طالما انه ما بيسقطش على الواقع، طالما ان احنا ما بنتكلمش فيه وما بنناقشش النقط الجوهريه اللي جواه، يبقى احنا ما بنعملش اي حاجه. عشان كده انا كنت مبسوط جدا للمناقشات. نتكلم بسرعه قبل المحاضره على المناقشات اللي تمت والفوائد اللي جات لي من المناقشات دي. كان انا نزلت بوستين الاسبوع ده، والبوستين صراحه بالظبط يا استاذ درار ربنا يكرمك في كوادر ممتازه والله كلكم والله زي الفل. اول نقطه اتكلمنا فيها كان في بوستين مهمين قوي. البوست الاول كان كنت انا عايز امهد لكم على النهارده، على كلام النهارده بتاع الخطه الاستراتيجيه. فكان في سؤال، هل لو انا عندي فايض ميزانيه اوجهه للافراد ولا اوجهه لخدمه العملاء؟ يعني ادي عملاء اوبشنز، ادرب خدمه العملاء فقط، ولا احاول اطور الافراد اللي موجوده؟ معظم الناس اتكلمت وقالت لا تطوير الافراد، لان هو بيصب في خانه خدمه العميل بعد كده، وده طبعا كلام رائع ومحترم جدا. بعض الناس قالت كلمه جميله قوي او اتكلمت في نقطه فرعت منها، قال لك يعني طب قبل ما اطور الموظف، هل الموظف ده راضي ولا مش راضي؟ فكل كلامنا عن التطوير معناه ان انا بقول لك يعني بيزيكلي هو بالنسبه لي ان الساتسفاكشن بتاع الموظف طبيعي انه موجود. طبيعي ان هو الساتسفاكشن موجود، فاحنا نعمل عمليه ايه؟ التطوير. طيب هل شركه ما عندهاش الناس راضيه التطوير له معنى؟ لا طبعا، ده اللي جالي من نقشة. عمر ما كان التطوير له معنى، وده اللي ممكن يحصل في بعض الناس. يعني لما يكون واحد او شركات بتتكلم في يعني الابحاث بتاعتها او الريسيرش بتاعتها، في شركات او مالتي ناشونال كومبانيز بالنسبه لنا، فبتيجي تقول لك ايه؟ انها بتهتم بالتطوير. طيب تطوير مين؟ تطوير مين؟ التطوير ده درجه ثانيه، درجه اولى هو رضاء الناس اللي موجوده. طيب دخلنا في نقطه لذيذه، طب نعرف ازاي الناس راضيه ولا لا؟ فناس اتكلمت وقالت والله احنا ممكن نعمل استبيان، او انا اللي قلت يعني نعمل استبيان. طيب فقالوا الناس بتخاف، قلنا طب نعمل استبيان من غير ما يكتبوا الاسم. فاحد المهندسين، المهندس عادل، والله اعلم احد المهندسين المتميزين من وسطنا وكلكم الحمد لله متميزين، بدا يقول لنا، قال لك والله انا عملتها في الشركه والناس خافت. طيب نعلق على النقطه دي بس بسرعه. بصوا يا جماعه، الاداره تكتسب بالممارسه، ما يعني مش من سنه اولى هنبقى احنا متميزين. ازاله الخوف ده محتاج سنين من ثقافات، من الشخصنه الامور والمشاكل الاداريه المعلقه والمركزيه المطلقه في اتخاذ القرارات. بعد ده كله حضرتك جاي بتكلم ناس وتقول لهم عايزين بقى نعمل استبيانات،
انت متخيل ان في لحظه السلوكيات هتبقى تمام وهيتخلصوا من الخوف؟ اكيد في رواسب، اكيد في مشاكل. الاداره يا جماعه خطوات، اللي انا بقوله الممارسه ثم الممارسه ثم الممارسه. اول مره هتلاقي كله خايف، تاني مره هتلاقي فيه اتنين اتخلصوا من الخوف، تالت مره اكيد الامور هتقل اقل فاقل. اذا كل ما انا بمارس اداره، كل ما انا بشجع، وطبعا لو الجو العام ممتاز في المكان، كل مكان هيكون في تقدم وفي انكريزنج في الماتيوريتي او النضج بتاع اداره المشروعات او سوري بتاع الاداره بصفه عامه داخل الاورجنايزيشن. وعموما في نقطه الرضا دي، ليس الامر كله هو ان ناخد استبيان شخصي، مش هيكون ده الوسيله الوحيده. امال ايه الوسائل التانيه؟ في وسائل كتير زي التيرن اوفر ريت. ايه التيرن اوفر ريت ده؟ معدل الدوران بتاع العماله. والله يا جماعه كام في الميه من عمالتنا بتسيبنا كل سنه او كل كوارتر او كل ييرز او وات ايفر، يعني المسافه اللي انا بقيس عليها او الزمن، المسافه الزمنيه بتاعتي. حد دي احد مؤشرات الرضا. نقطة تانية هتشوفها، هتتفرج، هتقول على الرواتب بتاعتي اخبارها ايه بالنسبة للناس اللي موجودة، انجاز العاملين اخباره ايه، هل الناس انجيجمنت معايا في المناقشات ولا لا. في وسائل كتيرة ومنها الاستبيان، عشان انا يعني ما نغفلش دور الاستبيان. ده كان البوست الاولاني بالظبط، نسبة استبقاء العاملين يعني كام في المية من عمالتك لسه محتفظ بيها. كان الاولاني كان بيتكلم عن الجزء المهم بتاع تطوير العاملين، ان هو هيأثر تأثير كبير، وده اللي النهارده هنشوفه في ما يسمى بطاقات الأداء المتوازن. بطاقة الأداء المتوازن هتفهمنا، وهنشوف حاجة اسمها الخريطة الاستراتيجية، ان البيز بتاعي هو الجزء بتاع التعليم والنمو اللي هو قائم على الأفراد. إذا قاعدتي اساس بتاعي اللي انا بشتغل عليه هو الافراد. الافراد اللي ممكن بعد فتره، اخبار الصوت يا جماعه، يعني في مشكله في الصوت فعلا ولا الباشمهندس عايز يعدي يعلي عنده؟ طيب ماشي، انا هقع تمام يا باشمهندس، الصوت كويس؟ طيب ماشي يا فندم، اللي عنده الصوت ممكن عايز يعلي عنده مثلا السماعه او كده. طيب تمام. فالجزئيه اللي هي اللي احنا كنا بنتكلم فيها في البوست ده، هو موضوع الافراد وتعليم النمو، هو اللي بيصب في العمليات، وبعد كده بيصب في خانه الكاستمرز والعملاء، ثم في الاخر بيظهر في النتيجه الاخيره هي الفاينانشال او الجزء المالي، زياده ارباح او غيره. طيب البوست الثاني كان بوست كروي بقى، والناس بتحب الكوره. تمام بقى. طبعا احنا عارفين طبعا اللاعب احمد حجازي نجم المنتخب المصري، كان خبر، يعني خبر قراته في احد المجلات الخليجيه والله اعلم، والخبر ده فعلا ذكر، يعني لقيت فيه مشكله كبيره جدا ممكن بتقع فيها كتير من الشركات، ووقعت فيها دلوقتي مؤسسه كبيره. هو انت متخيل مثلا ان نادي في الدوري الانجليزي اللي هو الدوري الانجليزي بيسموه البريمير ليج ده، انت متخيل ان هم مش مؤسسه كبيره، وان هي ما لهمش فانيلات اللعيبه مش عارف بيعملوا بيها ايه وبيبيعوا ايه وبيبيعوا ايه؟ لا، ده استثمار غير طبيعي. هي مؤسسه بكل ما تحمله الكلمه في درجه عاليه جدا من النضوج. الا ان حصل ان اللاعب احمد حجازي جاله عرض في نادي اتحاد جده. طيب قلنا ان في ادارتين، حاجه اسمها الاداره العليا، وفي حاجه تانية اسمها الاداره التنفيذيه او اداره التشغيل. تمام يا جماعه؟ بالظبط. اداره التشغيل اللي هم التكتيك، المدير الفني بقى اللي قاعد بيشوف والله هنكسب الثلاث نقط ازاي، ومين اللعيبه اللي هعتمد عليها وهشتغل بيهم ازاي، ده تحت التكتيك، بيظبط تحت التكتيك. فوق بقى ناس بتتكلم على ايه؟ اللاعب احمد حجازي هو اغلى اللعيبه سعرا، لاعب بياخد من خزينتنا كتير قوي، وفي نفس الوقت كان عنده اصابات منعته انه يلعب بصفه مستمره، وايه من اول الدوري ما لعبش الماتش الاخير ده خالص. لكن فالناس، فحصل بعد وفجوه ما بين الاداره اللي باعت اللاعب دون موافقه المدير الفني. فاتكلمنا عن الفجوات،
وكان البوست الثاني بيتكلم عن الفجوه اللي ما بين الاداره العليا والاداره التنفيذيه اللي موجوده. اضرب لكم امثله بسيطه قوي. احيانا بعض الشركات تجيب مثلا مقاول من الباطن وهي هدفها ان الناس الموظفين بتوعي يكتسبوا خبرات من المقاول ده فيبداوا. يا جماعه تمام واضح ان هم عندهمش مشكله، لو عندهم مشكله كانوا اتكلموا زي حضرتك. تمام يبقى الوقت بس القاعده برضو عامه نشتغل بيها. ماشي، لما واحد يشتكي ماشي اشتكي، يعني اكتب الشكوى بتاعتك، بس لو ما لقيتش حد بعديك بقى انت عندك انت المشكله. حاول لو الناس كلها اشتكت يبقى المشكله عندك انا، بقى نشوف نحلها ازاي. فالنقطه يعني من مظاهر ان الاداره بتبقى في وادي الاداره العليا اللي مهتميه بخطط استراتيجيه بعيده المدى، والاداره التنفيذيه اللي هي بتعمل الخطط المرحليه للوصول للخطه اللي موجوده. طيب المشكله اللي موجوده دي بتنشا من ايه؟ تنشا من عدم وجود كوميونيكيشن، اتصال. يا جماعه احنا كمؤسسه لازم نقرا كلنا من صفحه واحده، ريد فروم وان بيج، وده اللي هتعمله معانا، ده اللي هتعمله معانا ايه؟ برضو البالانس سكور كارد اللي احنا نتكلم فيها، او بطاقه التوازن، بطاقات الاتزان. بالظبط كده، المنصور محمد جدال بيقول لك معروف ان الاستراتيجيه مش معروفه. هي دي المشكله، ما هي دي المشكله، هي المشكله ان الاستراتيجيات عباره عن حاجات الناس اللي فوق عارفينها، ومش يعني مش مسموح او ما بيحصلش تواصل عند الجهات التنفيذيه ان هي تعرف الاستراتيجي نفسها اللي موجوده. يعني النهارده انا جبت مقاول في الموقع وعايز الناس تتعلم منه، ده احيانا بتلاقي الجهات التنفيذيه بتقاوم. يعني ايه ازاي بتقاوم؟ لا احنا لو دبسنا في الشغلانه دي يا جماعه هيتقطع رقبتنا، ما بنتعلمش. لا ما فتلاقي ان اللي تحت بيحاول يفك ايده من الموضوع خالص، مع ان اللي فوق جايب المقاول عشان تتعلم منه عشان بعد كده نعملها ذاتيا. ده مثال بسيط ممكن يكون موجود في المؤسسات نتيجه الفجوه الكبيره اللي ما بين اداره التشغيل واداره التنفيذ. تمام مهندس محمد جد الله. تمام طيب مسموح لك دقيقه كده يا باشمهندس محمد، حد مهندس محمد عنده امثله يعني، بس يعني ما نطولش، بس اتفضل مهندس محمد جد الله. باشمهندس احمد ممكن ارفع ايدك كده وهو ممكن دلوقتي يفتح المايك. يفتح له المايك مهندس محمد جد الله، ممكن يفتح المايك، هيفتح معاه. تمام افتح المايك يا استاذ محمد جدال. السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي، ازيك يا استاذ؟ اتفضل. ازيك يا هندسه، ربنا يجازيك خير. طبعا بسرعه السريع كده، انا طبعا بشتغل في شركه الكهرباء السعوديه. جاي لي واحد من التوزيع اللي احنا بنسلمه المحطه يعني، فبيقول لك لا انا مش عايز اشغل المحطه، انا مش عايز اشغلها. انت ليه عايز تشغل المحطه ومستعجل؟ فقلت له طبعا عايزين نشغلها لانه محتاجين باور في المنطقه دي. فبيقول لك لا انت كده هتزود اللود عليا. طبعا الاداره العليا كلها بتضغط علينا ان احنا عايزين نشغل عشان ندي كهرباء للمنطقه ديت لان محتاجينها. فهو مش فاهم الخط، مش متخيل الخطه الاستراتيجيه بتاعت الشركه، وان احنا كده بنخسر فلوس وانه ما بنحققش التارجت بتاعنا اصلا. فكنت مستغرب جدا. كل همه واضح جدا. كل همه كل همه في اللود بتاعه هو كشخص او كاداره او هيشيل الشيله او الكلام اللي هو انا بقى مشكلتي في الحته دي، معلش يا مهندس محمد، انه الاداره العليا لازم تنقل الاستراتيجيه بتاعتها والاهدافها للناس اللي على الارض اللي بتشتغل فيزيكال. صحيح. يعني يبقى هو فاهم ان ده التارجت بتاعنا، انه ده الهدف بتاع الشركه اصلا، حتى لو دوره صغير. هو دوره يعني لبنه في منظومه كبيره، يعني هو ممكن يعطل شغل بملايين اصلا. صحيح. عارف هندسه، انا رايي الشخصي استحداث وظائف جديده تعمل لينك ما بين الاداره العليا والاداره التنفيذيه، ده احد الاراء اللي ممكن تكون موجوده في النقطه دي. استحداث وظائف، واحد الكوردينيتور ما بين الاثنين، جهه لجنه وتفضل بقى انت لازم تشوف المشكله اللي عندك وتحاول تحلها على قد ما تقدر. اتفضل يا فندم. تمام، ربنا يخليك يا مهندس محمد، ربنا يخليك. ماشي، شكرا. تمام.
بس هما دول كانوا النقاشات اللي احنا اتكلمنا فيها. نبدأ نشوف محاضرة النهاردة ويلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ كده على السلايد الثاني ان شاء الله. احنا النهارده هنتكلم عن 3 حاجات. هنتكلم عن حاجة اسمها بطاقات الأداء المتوازن أو البالانسد سكور كارد. عبارة عن إيه؟ أنا يا جماعة عايز أقيس الأداء بتاعي في المؤسسة. علشان أقيس الأداء بتاعي لازم أنظر له من أكتر من زاوية. يا فرحتي أنا بكسب. طب ما أنت ممكن يكون عندك مشكلات في جهات أخرى. فلذلك جه اتنين، واحد اسمه نورتون واحد اسمه كابلان، وعملوا بطاقات الأداء المتوازن، ثم انتشر يعني بطريقة غير طبيعية، حتى إن يعني فوق 60% من الشركات الكبيرة بتستخدم ما يسمى بالبالانس سكور كارد أو بطاقات الأداء المتوازن. هنتعرف عليها وهنشوفها وهنعملها مع بعض النهاردة. طيب عشان نعمل بطاقة الأداء المتوازن، لا 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 لسه يا فندم، معلش لسه في الصفحة الأولى، نرجع تاني للصفحة اللي بدأتها. في عندنا النقطة اللي هنتكلم فيها حاجة اسمها الاستراتيجيك ماب أو الخريطة الاستراتيجية. في بطاقات الأداء المتوازن هيبقى في مجموعة أهداف، هنبدأ نعمل علاقات ما بين الأهداف وبعضها، ونعمل شيء بنسميه الخريطة الاستراتيجية أو الاستراتيجيك ماب، وهي خطوة من خطوات إنشاء بطاقات الأداء المتوازن. ندخل بقى على المرحلة الثالثة، هي خطوات إنشاء بطاقات الأداء المتوازن. يعني يا جماعة النهاردة هنعرفك بالبطاقة، هنعرفك بالخريطة الاستراتيجية، ثم هنبدأ نشتغل مع بعض ازاي نعمل بطاقة او بطاقات الأداء المتوازن خطوة بخطوة ان شاء الله تبارك وتعالى. اللي بعده، تمام، ندخل بقى على الصفحة اللي بعدها. طيب بطاقات الأداء المتوازن بتنظر إلى 4 جهات. أول جهة هي جهة الفاينانشال، يعني الجزء المالي. الجزء المالي عايزين نتفرج على أهداف الجزء المالي. في أهداف كتير جدا في الجزء المالي. الأرباح ممكن تكون مؤشرات أداء أو أهداف أنا عايزها، عايز أزود أرباحي. حاجة اسمها الثبات المالي أو الفاينانشال ستابيليتي. في حاجة اسمها تدفق أو تدفق كاش فلو، تدفق القيمه. حاجه اسمها ان انا اقلل التكاليف، هيبقى جزء من الفاينانشال بتاعي. ازود المبيعات، كل دي يا جماعه مجموعه اهداف ايرادات، بالظبط هي المبيعات والايرادات، تمام. كل دي مجموعه اهداف انا هشوفها في الفاينانشال او في الجزء المالي. تاني بوينت عندي او تاني نقطه عندي هي الكاستمرز، العملاء. العملاء لازم يا جماعه العميل يكون اول حاجه ساتسفاي بالنسبه لك، لازم يكون ما عندوش شكاوى عندك، لازم تكون الحاجه بتوصل له في الميعاد بتاعه بالسعر اللي هو عايزه. لو العميل خرج من عندك وعمل لك ريفيو ان انت سعرك عالي، لا طب انت لازم يكون سعرك مناسب او البرودكت بتاعك سعره مناسب. فانت لازم تبص على مجموعه الاهداف فيما يخص الكاستمرز، ودي البوينت رقم 2 او البروسبكتيف رقم 2، يعني المنظور الثاني اللي احنا بنبص بيه بعد الجزء المالي هو جزء العملاء. بالظبط، جزء دور الشركه مع المجتمع. مع العملاء دول يا جماعه ممكن يكونوا ستيك هولدرز. دور الشركه مع المجتمع ده دور قوي جدا جدا جدا. اضرب لكم مثال بسيط قوي في خدمه المجتمع، ازاي ده بيكون هدف من اهداف المؤسسات الكبيره. مصر كانت عملت مجموعه من العقود اسمها عقود، انا برضو بشتغل في قطاع الكهرباء في مصر، بس الوقت انا موجود في المملكه العربيه السعوديه، برضو هنا في الاول الدجاز، يعني بلاننج انجينيرنج كده. المهم يعني ان انا بتكلم عن في مصر كان في عقود اسمها عقد البوت. البوت يعني ان هو نجيب قطاع خاص يعمل بيلد للمحطه الكهرباء، وبعد كده يحصل ترانسفير بعد 20 سنه او بعد 25 سنه، ويبيع لي خلال الفتره دي يبيع لي كهرباء. طب الحكومه بتكسب ايه؟ الحكومه بتكسب ان هي ما عندهاش تمويل لهذا المشروع الضخم الرهيب، فبيجي حد قطاع خاص ويعمل كده. فكانت هيئه كهرباء فرنسا جت وعملت المحطه التوليد كهرباء.
لحظه لحظه هيئه تهويه الكهرباء تمام باشمهندس محمد خسرتنا اول. المهم تمام، دي سياسات بقى ليها مزاياها وعيوبها، لكن كان من ضمن النقط اللي هو يعني خدمه المجتمع اللي كان الاستاذ دولار بيتكلم عليها. الناس عشان يتصالحوا مع المجتمع اللي قريب منهم بنوا مدرسه، تخيل، عشان يحقق الكي بي اي بتاع خدمه المجتمع بنوا مدرسه. تخيل انا ببني مدرسه في القريه اللي جنبي في المكان اللي انا بشتغل عليه. ناس كتير ممكن تعتبره ايه الخساره دي يا عم، انا هبني مدرسه، عارف يعني ايه مدرسه، عارف مباني، فلوس، مبلغ كبير. لا لا لا، بس هو عنده اهداف، هدف التعايش مع المكان اللي هو موجود عنده، ده بيضمن البقاء، انه يفضل موجود، وده بيضمن له دايما ان هو يكون في ستابيليتي في الشغل بتاعه. فلذلك بيبدا يحط النقطه دي كهدف او كاوبجكتيف عنده من اجله. واحد بقى بيبني مدرسه، بيبني مستشفى، بي 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 بيبني مثلا مرافق عامه في المكان بالظبط، قدم طرق وتشجير الى اخره. كل ده خدمه العملاء، ممكن يكون جزء من اللي انت بتقدمه ككمباني او كمؤسسه. تالت حاجه بقى البروسس. البروسس العمليات نفسها، العمليات تتم في وقتها المناسب، العمليات ما يكونش فيها لوسز، ما يكونش فيه اوفرلاب في العمليات، داخل في العمليات ما يكونش فيه دوبليكيت للعمليات. يا جماعه احنا احيانا انا بعمل نفس العمل اللي حضرتك بتعمله، ده طبعا بيظهر احيانا في ادارات التقارير او في ادارات مختلفه، انا بعمل العمل وانت بتعمل نفس العمل. طب يا جماعه ما ده يهدر الوقت، ما دي لازم البروسيس تتنظم، لازم ما يكونش فيه دوبليكيت لنفس العمل، ما يكونش فيه تداخل في الاعمال، يكون كل مكان عارف الشغل اللي عنده. اكيد ده لازم يكون فيه تركيز على التميز المؤسسي زي ما الاستاذ الراد بيقول لنا. يعني البروسيس لازم ان انا اراجعها واشوف المشاكل اللي فيها واشوف التاخيرات واشوف اي دوبليكيت في التاسكات اللي موجوده، وابدا اشيل كل المشاكل عشان البروسيس تتم بطريقه مميزه. رابع واحد او النقطه الرابعه في البالانس سكور كارد هي نقطه الليرنينج اند جروث. ايه الليرنينج اند جروث؟ التعلم والنمو، ودي خاصه بالافراد. التعلم والنمو ان الافراد اللي عندي لازم دايما، وهي اللي انا بتكلم عليه، اني عندي نقطه التعلم والنمو هي اللي هتؤدي في الاخر ان اوصل الى الربح المالي. برفع قدرات الناس اللي عندي، هيبقى جزء منها ان انا باخد الرضا بتاعهم، جزء منها الناس بتعمل ميزانيات يا جماعه للرحلات الترفيهيه ورضاء الناس والشغل اللي موجود في تطويرهم والتريننج، كل ده مهم جدا في وجود التعلم والنمو. كل ما انا بزود التريننج للناس كل ما البروسيس بتؤدي بطريقه افضل. طب ولو انت قدمت البروسيس بطريقه افضل اكيد الكاستمرز هيكون راضيين، لو الكاستمرز راضيين مزيد من الارباح والاموال، فالموضوع ماشي. تعلم ونمو، عمليات، كاستمرز، ايه، فاينانشال. اللي بعده ان شاء الله. طيب ده شكل بقى البالانس سكور كارد. شوف كده، بصوا مع بعض، انا دلوقتي احنا انا بعرفكم على البالانس سكور كارد او على بطاقات الاداء المتوازن. هنبص كده اول حاجه. حد هيقول لي والله يا باشمهندس انت محطوط الترتيب مختلف، الكاستمر الاول بعدين فاينانشال وبعدين الانترنال بروسيس وبعدين بيبول، اللي هو موجود بالخط الازرق اللي فوق دي الاربعه برسبكتيف. انت عندك اربع خطوط زرقاء او اربع صفوف زرقاء. الصف اول واحد من فوق الكاستمر اللي مكتوب فيه تو ستراتيجيز اوبجكتيفز واربعه كي بي ايز. معايا انتوا؟ طيب ننزل تحت اللي بعديه على طول الفاينانشال، حاطط ثلاثة اوبجكتيفز وخمسة كي بي ايز. تمام، ننزل على التالت، احنا بس بنقرا ايه هو البالانس سكور كارد. انترنال بروسيس اثنين استراتيجيك اوبجكتيفز وخمسة كي بي ايز. رابع نقطة البيبول والليرنينج والجروث، حاطط لك ثلاثة اوبجكتيفز وستة كي بي ايز. يبقى أول نقطة اتعرفت بيها هو ايه ده البالانس سكور كارد، ان هو بينظر لاداء المؤسسه من خلال اربع مناظير.
المنظور الاول العملاء، المنظور الاول المالي، مش مشكله، العملاء المالي، العمليات الداخليه، البيبل زي ما انا رسمناهم قبل كده. طيب ننزل بقى بعد اللي هي اللبني، الصف اللبني اللي موجود عندنا. اول واحده مينتين هاي ليفل اوف انترنال كاستمر ساتسفاكشن. ايه ده بعد ما ايه ببدا اضع اهدافي؟ يبقى يا جماعه الكاستمر حاطط له هدفين اللي هم بالشكل اللبني. الاولاني الكاستمر ساتسفاكشن، جميل. الهدف الثاني اللي هو اني هضمن هاي سيرفيس ديليفري ستاندردز اللي هي الثانيه. اذا البرسبكتيف الاولاني، المنظور الاول وهو الكاستمر، له هدفان. طيب نبدا نكمل تاني. الفاينانشال برضه له هدفين. الهدف الاولاني بروفايد جود فاليو فور ماني تو ذا اورجانيزيشن، يعني يا جماعه ان احنا نجيب قيمه ماليه للمؤسسات بتاعتنا. الهدف الثاني سيك افيشنس تو مينيمايز كوست بيز، يعني احنا هنحاول نزود الكفاءه عشان نقلل التكلفه. الهدف الثالث مينتين فاينانشال ان بادجت بروجكشن اند اكسكيوشن. طيب إيه الثلاث دول اللي موجودين؟ هم مجموعه ثلاث اهداف انا بقول ان هم بيحققوا لي، او الاهداف اللي انا عايز اقيسها خلال الفاينانشال او المالي. الانترنال بروسيس عندي هدفين. الهدف الاولاني اللي هو الاوبتمايز ريكروتمنت اند ريتينشن، يا جماعه احنا عايزين يعني يبقى في عندنا يبقى في اوبتمايزيشن، يعني استفاده قصوى من التعيينات اللي موجوده. رقم اثنين الامبروف للاتش ار سيرفيس ديليفري كابابيلتي، يعني انا ازود الاتش ار ده برضو باللون اللبني في الطيب الثالث. كده في هدفين اهم جوه الانترنال بروسيس او العمليات. ندخل على الجزء الرابع وهو البيبل والليرنينج جروث. في هدفين، الهدف الاول ان انا عايز اعمل بيئه بيلد ان انفايرمنت ذات فوسترز كرييتيف اند انوفيشن، انا عايز يا جماعه احط بيئه بقى للابداع. رقم اثنين هعمل ديفلوب ورك فورس سكيلز اند كومبتنسز، يعني احاول ان انا اطور مهارات الناس اللي موجوده. هناخد بقى نكتفي بس بهدف واحد ونشرح ايه اللي تحتيه. كل هدف يا جماعه يا اما بنحط له كي بي اي واحده او اثنين كي بي اي او ثلاثه كي بي اي. وهنا عايز اسالكم سؤال، ايه اللي بيتحكم في وضع واحد كي بي اي او اثنين كي بي اي او ثلاثه كي بي اي؟ يا جماعه اللي عارف يرفع ايده. يعني امتى انا احط كي بي اي واحد عشان اقيس الهدف، او احط اثنين كي بي ايز، او احط ثلاثه كي بي ايز؟ رؤيه الاداره، يعني ايه فين يعني ايه المعيار؟ ماشي رؤيه الاداره جميل، ايه بقى المعيار لو انت الاداره؟ هيكون ايه رؤيه واهداف الشركه؟ اهميه الهدف، اهميه الهدف، تمام. طيب نشوف مهندس احمد عاشور، اتفضل. اذا كان المؤشرات قدرت توضح لي الوصول للهدف من عدمه، يبقى انا كده ممكن اكتفي بعدد الكي بي ايز اللي انا احطها للهدف ده. جميل، رائع، ممتاز قوي، برافو عليك يا شمس. طيب بصوا يا جماعه، اللي بيحدد يعني احيانا بيبقى في مؤشر واحد بس واضح، يعني واضح خلاص اسهولي بطريقه ما فيش كلام فيها. يعني مثلا هنشوف اللي هو بيتكلم عن مينتين فاينانشال ان بادجت، قال لك نسبه البادجت فاريانس اتش ار بادجت فاريانس، يعني المفروض الاكشوال قصاد البلان، قال لك ده بيوضح لي الهدف. اذا كان حاجه واحده بتوضح الهدف، طيب احيانا يا جماعه وحاجه واحده ما توضحش الهدف، ازاي؟ مثلا عايز اقيس درجه رضا العملاء. ده بيحصل معانا في التريننج، انا از ترينر انا عارف ان الشعب، يعني تدريبي طبعا كان في الشعب في مصر كتير، والشعب العربي بصفه عامه مجامل. ف برافو، ممتاز 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 ممتاز. فلو انا اعتمدت على الكاستمر ساتسفاكشن بس،
كمؤشر واحد مش هيوضح لك حاجات كتير قوي. طب ممكن يكون فيه مثلا الشكاوى اللي حصل اثناء الكورس او اثناء المنتج بتاعك، فالشكاوى بقى او الايشوز اللي حصلت اثناء العمل نفسه، فانت وجدت ان نسبه الكاستمر ساتسفاكشن اللي بتقدم من خلال الاستبيانات ليست كافيه للتاكد من تحقيق الهدف من عدم تحقيقه. فلذلك في كي بي اي تاني بحطها. وضحت النقطه اللي انا بس بقول عليها؟ واحيانا ثلاثه كي بي اي بيبينوا لي وبيوضحوا لي الايه تحقيق الهدف من عدمه. يبقى اذا يا جماعه وضوح الكي بي اي، وضوح مؤشر الاداء في ان هو اعرف منه البروجريس بتاعي في تحقيق الايه الاوبجكتيف اللي انا عندي. طيب هنا طبعا بعد الاوبجكتيف تحتيه اثنين كي بي ايز موجودين هون بالمسمى بتاعهم. نيجي على العمود الثاني. يعني دلوقتي احنا العمود الاولاني خلاص يعني قرينا اللي فيه وعرفنا ان هو بحط الاربع مناظير اللي هما الكاستمر والفاينانشال المالي والبروسيس او الداخلي العمليات الداخليه، ثم رابع نقطه اللي هي الليرنينج او التعلم. بعدها ببدا احط الاهداف الاستراتيجيه، هدف 2 3 في كل برسبكتيف يعني منظور. بعد كل هدف بحط مؤشرات تحتيه، مؤشرات الاداء بتاعته اللي بتقيس الامر ده. انا في الاخر عايز اوصل لمؤشر الاداء. تعال نبدا ندخل نبص على اول واحد مثلا زي الاتش ار كاستمر ساتسفاكشن والسيرفيس ليفل في اول صف. نبص بقى على العمود الثاني اللي هو سمارت كي بي اي دوت كوم كي بي اي دوت كوم. ده ايه؟ عباره عن كود. يعني النهارده لما بكون بتكلم من اكواد فبعرف الناس يا جماعه ان الكي بي اي دي انا جايبها من الكود الفلاني مسمينه اس 309. خلاص ده احنا عندنا مجموعه كي بي ايز كتير قوي، فعشان نشتغل عليها محتاجين يكون في يونيكنس. دايما يا جماعه نظام الكود بيجيب التفرد، فاحنا هنا بنحط الكود بتاعه. العمود اللي بعده بيقول لك بقى الستاندرد ريبورتنج فريكوانسي. يعني احنا بقى بس انا هخلص بس يا جماعه القراءه وبعد كده هتيح لحد عايز يتكلم علشان يعني يبقى الكلام متصل، ثم اللي عنده تعليق هيعلق ان شاء الله. هنا طبعا في كوارتر العمود الثالث يا جماعه موجود فيه ستاندرد ريبورتنج فريكوانسي. تحتيه بقى اما كوارتر، يعني انا بعمل الريبورت ده كل ربع سنه، او ييرلي يعني التقرير بتاع الاتش ار سيرفيس او ساتسفاكشن اوف امبلويز ده يعتبر ييرلي، او مانثلي شهريا، ممكن يكون ويكلي على حسب الايه الستاندرد بتاعي. العمود الرابع بيقول لي ايه بقى؟ بريفيوس بيريود ريزلتس. يعني بيقول لك البريفيوس، يعني ايه البريفيوس؟ السابق اللي فات. هو انت ليه بتقيس باللي فات؟ بالنسبه لي عايز اعرف انا كنت فين وبقيت فين. فاول بنش مارك انا هقيس عليه هو المرحله اللي فاتت، وده هيبقى قياس انا كنت فين ورايح فين. بس ما يقولش انا حققت اهداف ولا لا، بس انا بقول الله انا كنت بنتج قد كده بنتج قد كده. طب البريفيوس ده يبقى ممكن يكون ايه؟ في الغالب بيبقى نفس الفتره الزمنيه من السنه اللي فاتت لو انا بتكلم في كوارتر، علشان تبقى الظروف متشابهه اقدر اقيس عليها. بعد البريفيوس بيريد ريزلتس في الكرنت ريزلتس او النتائج الحاليه، بتحط بقى الرقم اللي طلع لك. يا جماعه الاتش ار كاستمر ساتسفاكشن ادتهم كام؟ 86%. في البريفيوس كانت مديهم كام؟ 59%. اذا حصل زياده ولا نقصان؟ اكتبوا كده معايا، حصل زياده ولا نقصان؟ حصل زيادة. تمام، حصل زيادة، فالمؤشر ايه؟ طالع لفوق. جميل قوي يعني. يبقى هنا حصل زيادة، فبيقول لك الترند والمؤشر طالع لفوق ايجابي او سلبي. طيب جميل قوي. طيب تعالوا نشوف بقى بعد الترند في التارجت المستهدف. ما هو بخلي بالك اللي فات حاجة والمستهدف حاجه ثانيه. المستهدف ده شيء محسوب،
انا حاسبه على حسب المعطيات بتاعتي في خلال هذه الفتره الزمنيه. فالمستهدف كان 75%، وانا محقق كام؟ الحمد لله محقق 86%، ممتاز. فانت محقق 115، يبقى نسبه التارجت كومبليت بتاعتي 115% في هذا الايه المؤشر. طبعا المؤشر اللي تحتيه 86% ما حققش ال 100%، يعني معناها انه ما عرفش يحقق التارجت. وهكذا همسك كل واحد وهشوف الاهداف دي. بالنسبه لي بتعتبر بما يسمى بالبالانس سكور كارد. عرفنا بس احنا لسه بنشرح، بس هنطبقها دلوقتي وهنشتغلها. البالانس سكور كارد عرفنا ان عندنا اربع مناظير او اربع منظورات، مش عارف بقى تعبيرها ايه، برسبكتيفز. تحتيها كل منظور بشوف الاهداف، تحت الاهداف بحط الكي بي ايز او مؤشرات الاداء، وبشوف كل كي بي ايز انا جبت كام، وكنت قبل كده بجيب كام، وهل انا زدت عن الاول ولا لا. تارجت كومبليت، طيب تمام، زدت عن الاول ولا لا، وبالنسبه لي التارجت. طيب نتفرج على بس الجزء بتاع التارجت يا باشا. انت النهارده الكرنت ريزلت بتاعك كام؟ 86%. يعني يا جماعه الناس دلوقتي راضيه عن المؤسسه بنسبه 86%. التارجت بتاعي انا بقول لو الاتش ار وصل ل 75 فل ورضا، يبقى نسبه التارجت كومبليشن بقسم الكرنت اللي هو 86 على ال 75 اللي هو التارجت، هيطلع لي كام؟ 115%. واضح التارجت كومبليشن؟ طيب تمام. طيب تمام يا جماعه، الله ينور. حد عنده سؤال؟ هيرفع ايده يا جماعه، لو حد عنده سؤال يرفع ايده. احنا لسه ايه؟ بنسخن. طيب. طب نقلب الصفحه اللي بعدها. تمام، طب نرجع تاني، في حد يسال عن اخر عمود، اخر عمودين. اخر، لا نرجع تاني ماشي. اخر عمودين يا جماعه، اخر عمودين الريزلت بيحط لك الناتج بتاعك، ممكن يحط لك لمبه حمراء خضراء صفراء، هو طبعا هنا مش واضح قوي، لكن هي بيقول لك يعني انه نتيجه كويسه. هو انا مش واضح بالنسبه لي قوي في النقطه دي، لكن المفروض في المكان ده يكون بتحط لنفسك يا اما لمبه حمراء او لمبه صفراء او لمبه خضراء. طب ايه المعنى بتاعهم؟ يعني بقول الاخضر معناه ان محقق ومبسوط، الاصفر نص نص، الاحمر لا ده انا في منطقه الخطر. طب اخر حاجه الكومنت، لا دي بقى الملاحظات اللي انا بقول عليها، ملاحظات بقى ان انا هاخد قرار، هعمل اجتماع، اي ملاحظات او كومنت نتيجه الرقم ده. ممكن اقول مثلا ان هذه الارقام معقوله يعني بالنسبه للظروف الحاليه اللي احنا موجودين فيها، بتسجل كل اللي انت ملاحظاتك. يبقى اخر حاجه بتحط الريزلتس النتيجه على شكل اما تكتب ايجابي او سلبي، او زي بالظبط ترند، يعني الجزء بتاع الترند اللي هو طالع ونازل برضه المفروض الريزلت يبقى نفس النتيجه. والكومنتس بتحط التعليق بتاعك اللي انت شايفه من خلال بطاقه الاداء المتوسط. طيب نقلب. ايه ده بقى؟ ده بقى حاجه يا جماعه اسمها الخريطه الاستراتيجيه. كالعاده ناحيه الشمال كده في الاربعه برسبكتيفز، برافو، الكاستمرز، الفاينانشال، الانترنال بروسيس، الليرنينج جروث اند انوفيشن. طيب لو جينا نبص من تحت بقى الليرنينج جروث اند انوفيشن، ومشينا افقي كده ومشينا افقي، هنلاقي ان في مينتين هاي امبروفمنت موتيفيتد بروج موتيفيتد امبلويز. ده يعتبر هدف موجود جوه الليرنينج اند جروث. برضو جنبه الديفلوب ورك فورس سكيلز اند كومبتنسز، يعني ده هدف تاني موجود. وبعد كده نمشي افقي كمان، بيلد ان انفايرمنت ذات كريتيفيتي اند فوسترز كريتيفيتي اند انوفيشن.
يبقى عندي ثلاث اهداف هم موجودين تحت. ايه بقى اللي بيزيد داخل الاستراتيجيك ماب؟ انه بيبدا يعمل علاقه ما بين الاهداف وبعضها. نقول تاني، بيبدا يعمل علاقه بين الاهداف وبعضها عشان نبقى عارفين يا جماعه هو منين بيودي على فين. اولا النهارده لما هعمل ديفلوب الورك فورس سكيلز والكومبتنسز او الكفاءات هيعمل ايه؟ طبعا ده هيحصل امبروف الاتش ار سيرفيس ديليفري كابابيلتي. لما هتطور مهاره الناس هيسلموا الشغل بتاعهم زي الفل. تطلع فوق كمان، لا ده انت لما هتطور السيرفيس بقى بتاعتك ديليفري كابابيلتي هيمنتين الفاينانشال في البادجت، هيخلي عندك جزء فاينانشال كويس. طب وده كمان تطلع كمان، ده هيأدي كمان بينشور هاي سيرفيس ديليفري. انبوتس واوتبوت، احنا ممكن ما نقولش ان هي انبوتس واوتبوت، ممكن نقول ان هي ليد. اذا عارف فكره السبب ده هيؤدي لده، ده هيؤدي لده، ده الهدف ده بتحقيق هذا الهدف سيؤدي لتحقيق الهدف بتاع اللي موجود في الانترنال بروس. وده اللي بيوضح السؤال اللي انا كنت بساله لكم، ان في القاعده تحت خالص البشر وتطور النمو، وان التطوير فيهم وتحقيق الاهداف فيهم سيؤدي حتما لخدمه العميل ورفع الخدمه بالنسبه لي. الله ينور عليك. كوز اند افكت، كل الاوبجكتيف اللي تحت وانت حققتها هتبدا تحقق كل الاهداف اللي موجوده. دي نظره. برضه هنلاحظ حاجه ثانيه، هنلاحظ ان احنا حاطين الاهداف اللي هي خاصه بالافكتيفنس كلها ناحيه الشمال، البيضه دي، عارفين الشكل البيضاوي ده، كل ده بيحتوي على الاهداف اللي بتتكلم على الافكتيفنس، اللي بتقول والله انا هحقق وخلاص، اللي بتتكلم على اتشيفمنت، ما بتتكلمش على انبوت واوت بوت زي اللي على اليمين اللي هي الافشنسي، اللي عايز اعمل اتشيفمنت بس لس او سيم ريسورسز، اللي هو بيوزن لي ما بين هتصرف كام وتجيب كام، اللي هو الافشنسي او الكواليتي وات ايفر بقى ايه اللي موجود. فحاطط توازن ما بين الاهداف اللي هي بتعتمد على الافكتفنس والاهداف اللي بتعتمد على الافشنسي وعلاقتهم ببعض من خلال ما يسمى بالاستراتيجيك ماب. طيب مهندس محمود سلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام حبيبي، اتفضل يا فندم. استاذن حضرتك توضح لنا العلاقه في البدء من اسفل او من اعلى. انا اتصور ان انا عندي حاجه كبيره، الخطه الاستراتيجيه مثلا، وبعد منها مثلا في خطه استراتيجيه، وبعد منها التسلسل اللي احنا خدناه قبل كده، ليه بادئين من تحت؟ انا عندي من فوق هو اللي بيوزع لتحت، ولا يعني حضرتك توضح لنا النقطه دي بعد اذنك. طيب يا فندم، بص يا فندم، هو انت قصدك يعني ان الفيجن، احنا كنا طبعا بادئين من فوق، ان الفيجن والميشن بتنزل اهداف. طيب بس الاهداف دي عشان تتحقق، حضرتك النهارده عايز تكسب فلوس، ده هيبقى نتيجه ولا سبب؟ بالظبط، الله ينور عليك. انا ببني الاستراتيجيه اللي كنت بشرح فيه، اللي كنت بتكلم فيه قبل كده، بقول لك ايه، ان في رؤيه ورساله برجع اجيب لها اهداف. لا، انا بتكلم لك على اهداف، فانا ببني الاستراتيجيه بتاعتي. انا عايز ابقى معايا فلوس، سيبك من الكلام ده كله، حضرتك عايز تبقى معاك فلوس تعمل ايه؟ ممكن تفتح المايك مهندس محمود؟ مهندس محمود سلام، او حد يفتح له المايك. طيب لو فتح المايك مش مشكله. طيب انا عايز ابقى معايا، ابقى غني جدا، بقى هدف من اهدافك انت كشخص تبقى غني. طب جميل، ايوه مع حضرتك غني. مع حضرتك يا باشمهندس. تمام يا فندم، حضرتك دلوقتي انت عايز تبقى غني، ده جزء المالي بتاعك، ماشي؟ تمام. لازم يبقى في عندك مثلا الاول ليك زباين. انا يا عم لازم يكون ليك زباين كاستمرز. انا محاضر اهو، عايز اكسب فلوس كتير من دورات، فلازم يبقى في كاستمر كتير بيقول عليا ان انا محاضر كويس. اذا الهدف بتاعي ان انا ابقى محاضر كويس، هقول كده انا عايز ابقى محاضر افضل محاضر في منطقه مثلا الكي بي ايز اللي بتكلم فيها، ده هدف. طب هعمل ده ازاي؟ لازم هيبقى في قبلها
اني هعمل حضرتك معلش اسف في المقاطعه، احنا بدانا من اعلى في الاول لغايه ما وصل لمنسوب معين، وليكن الاهداف ببدا اجيب من اسفل، صح الترتيب كده مثلا؟ تمام بالظبط، انا بجيب من اعلى في النظره العامه، النظره العامه، لكن في بناء الاستراتيجيات تبدا الموضوع من تحت لفوق، من العماله اللي هي لازم تبقى ماهره جدا وعندها وعندها الكابابيلتي للموضوع ده، هيؤدي انها تعمل البروسيس بطريقه متميزه. يعني كاني شغال بطريقه الرولينج اب، يعني ان انا بجمع اجريجيشن عشان اوصل للمستوى الاعلى. صحيح. وصل ببساطه ببساطه انت حضرتك هتأدي عملك كويس، هتطور نفسك، ده هيؤدي انك هتأدي عملك كويس او البروسيس بتاعتك، لو البروسيس بتاعتك عملتها كويس اكيد اكيد الكاستمر هيبقى فرحان بيك وهيبقى راضي عنك، لو الكاستمر راضي عنك اكيد في ارباح ماليه فانت هتاخدها من ايه؟ من تحت لفوق. شكرا لحضرتك. العفو يا فندم، ربنا يبارك فيك يا رب، نورنا. طيب نكمل؟ ندخل على السلايد اللي بعدها. حبيت اوريكم الاول قبل ما اتكلم عن المميزات لازم اعرفك اوريها لك ايه بطاقه الاداء المتوازن والشغل بتاعها. ايه بقى المميزات بتاعتها؟ اول نقطه يا جماعه انها بتقيس الاداء من جميع الاتجاهات. احنا لاحظنا ان انت ممكن تكون فرحان بنفسك او شركه فرحانه بنفسها، بتحقق ارباح، بتحقق مبيعات، وهي عندها مشاكل كبيره، عندها كميه ادار كبيره قوي، العماله اللي موجوده. وعايز اقول لحضرتك انا يعني على صعيد التريننج سنترز او كده كنت بروح اماكن او بعض مراكز التدريب اللي ما شاء الله عندهم اقبال رهيب جدا، والله ده حصل في مركز من مراكز التدريب اللي اشتغلت معاهم، يعني اقبال واسم رنان والكلام ده كله، لكن حقيقي مستوى الناس اللي موجوده في مشاكل، يعني مستوى الناس اللي بتقوم بالبروسيس نفسها فيها مشكله في التعامل معاهم، في تاخير الشغل الموجود. طب ده عمل ايه؟ بعد فتره بدا الناس اللي بتجيلك تقل. ليه؟ السمعه قعدت تشتغل معاك. طب انت لو انت كنت مؤسسه وبتقيس الموضوع من خلال الاربعه اتجاهات اللي موجوده عندي، فهنا هيبقى اكيد كنت هتعالج اي مشكله عندك. فاول نقطه قياس الاداء من جميع الاتجاهات، دي ميزه رهيبه جدا. ربط الانشطه التنفيذيه بالخطه الاستراتيجيه. بتسد الفجوه بقى. طيب هنا في أربعة برسبكتيف، أربعة مناظير، فين المناظير اللي بيكلمني على الإدارة العليا؟ وفين يعني في هنا منظورين بتوع الإدارة العليا، في منظورين بتوع الإدارة التنفيذية، مين يقولهم يقول لي عليهم؟ ارفعوا إيدكم كده وحد يجاوب. في منظورين من الأربعة بيكلمني عن الإدارة العليا. تمام المالي وإيه تاني؟ طيب والأنشطة التنفيذية؟ اثنين واربعة. تمام. العملاء والمالي بيكلمني فين؟ فوق. العملاء والمالي هم دول اللي فوق وبيشتغل عليهم. دول اللي في الاخر بيعرف والله كم عميل بي عندنا والفلوس اللي موجودة. طيب. تحت بقى. البروسيس بتتم ازاي؟ ادارة تنفيذية. الافراد بيزيدوا ولا لا؟ اداره تنفيذيه. كل ده اداره تنفيذيه، شغل تنفيذي. طب هنا عشان كده بيربط التنفيذيه للعملاء والعمليات، لا التنفيذيه كمان تبقى لا العملاء هيعتبر كبراندنج اداره عليا. يعني النهارده لا العملاء في اتصال مع البراندنج اللي موجود. تمام بالظبط كده. رقم ثلاثة، بوصلة الإدارة لضمان عدم حدود الأداء. هو في مؤسسة بتحيل عن أهدافها؟ حد يقول رأيه يا جماعة؟ في منظمة بتحيل عن أهدافها؟ كتير كتير كتير. ممكن موجود كتير، احنا بنتكلم في موجود. يا جماعة دي البوصلة اللي احنا دايما عارفين أهدافنا وبنراجعها. لا في مؤسسات بتحيل عن أهدافها. النهاردة لما يجي لي مشروع جديد يعني مثلا كان في ناس 98% تحيت ما شاء الله كنت ولا بالله يعني واحد كان فاتح يعني في ناس مثلا فاتحه مراكز تدريب وعرف مثلا ان تجاره مثلا اليو اس بي بتنافس تلاقيه راح جاي اشترى يو اس بي. يا عم قال لك الداب ده يعني قال لك انت ليك اهداف استراتيجيه رايح فين؟
رايح تشتغل في حته ثانيه ليه؟ بوصله الاداره ده النهارده لما هيجي لي اي مشروع جديد على المؤسسه علشان اعرف هل هقبل البروجكت ده؟ هل هيحقق البروجكت ده المنافع او البينفيتس اللي انا محتاج كمؤسسه ولا مش هيحقق؟ محتاج ان انا ابص على البالانس سكور كارد. فلذلك هو بوصله الاداره عشان اعرف ما حيتش على الاهداف واقبل البروجكت ولا ما اقبلش. طبعا بيعزز الاتصال بين قطاعات المنظمه والاداره العليا والتنفيذيه، الفجوه اللي اتكلمنا عليها في اول المحاضره دايما لو هو الناس اللي تحت فاهمين احنا كاداره عليا والناس كاداره عليا عايزين ايه وايه الاهداف بتاعتهم. والباشمهندس كان ضرب مثال، انا هضرب لكم مثال برضو شبهه في وزاره الكهرباء. فتره من الفترات في وزاره الكهرباء في مصر كنا عملنا حاجه اسمها الخطه الاسعافيه، وبعدها اتعمل حاجه اسمها الخطه العاجله. كانوا دول خطتين معروفين جدا. مصر من 2009 تقريبا ل 2014 اتبنى فيها يعني مجموعه محطات كهرباء كتير، توليد كهرباء. وكان في الفتره دي كنا يعني بنظام الانجينيرنج بروكيورمنت كونستراكشن اللي هي اي بي سي، اللي انا بجيب مقاول واقول له سلمني بقى ايه اللي بيسموه التسليم مفتاح. طب ليه؟ ليه؟ مستعجل. يعني انا مش بجيب استشاري بقى واقول له اطرح لي مناقصات، لا 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 لا، مين يا جماعه يبني لي محطه كهرباء؟ يجي واحد، طبعا انا بتكلم ببساطه جدا، ماشي؟ طب الواحد ده ايه؟ حتى هتلاقي يعني في بعض المشروعات كنت بشوف في العقود كده بيقول لك ايه؟ ان احنا بنستلم الحاجه او احنا اثناء الشغل از ويتنس. يعني ايه ويتنس؟ شاهد. يعني انت ما تعطلش المقاول وشغال، انت ليك بيرفورمانس تستلم بيه. طب ده ايه؟ ده ايه؟ ده هو عنده رؤيه ان هو مستعجلين عايزين نوصل الكهرباء في اسرع وقت ممكن. في محطه كهرباء يا جماعه اتبنت في 7 شهور في زمن قياسي، محطه الشباب لشركه الخرافي اللي قامت بيها. فدي ما فيش بعد استراتيجي، لا في بعد تاني بقى يا باشمهندس يا استاذ، في بعد يا باشمهندس ان في بلد عندها نقص في الطاقه الكهربائيه اللي موجوده، فده الاساس عندي اني اسد هذا البعد اللي موجود في الاداره العليا لها استراتيجيه ان انا لازم اسد الباب ده الاول. فما علينا، يعني عايز اقول ايه؟ ان انا كتنفيذي لو انا فهمت ده هيبقى ماشيين بالظبط، متطلبات حتميه ما اقدرش اتكلم فيها، دي نقطه تانيه خالص موجوده. فلو التنفيذي كان بيعطل المقاول هيحصل الفجوه والجاب، لو التنفيذي فهم جدا اللي موجود في العقود هيمشي على نفس الخطوات او هيبقى ماشي في نفس الطريق. ان احنا في الاخر احنا هدفنا ان احنا ليبقى في محطات كهرباء او توليد كهرباء عشان يسد الفجوه اللي موجوده. اللي بعده. تمام. ده بص بص يا باشمهندس، يا جماعه احنا في الحياه بنشتري حاجات، فاهمك يا باشمهندس روماني، في الحياه بنشتري حاجات على حساب حاجات. خلينا نكون احنا بنتكلم في مشروعات ضخمه جدا. بالظبط، احنا بنعالج مشكله في فتره ما، انا بس بتكلم على نقطه معينه. طبعا في هيبقى في مشاكل في الجوده قولا واحدا، انت بتتكلمي في ايه؟ لكن خلي بالك في فرق يا باشا، ان دي بنيه تحتيه وعندك مشكله كبيره بتؤرق. مش عايز اقول لك ان كان في الفتره دي لو احنا فاكرين من 2010 لا كانت بتؤرق اعلى مستوى في الدوله. ما علينا، خلينا نتكلم على قدنا بقى عشان نكمل المحاضرات معاكم. اكيد هيبقى في مشاكل، بس في احنا في حاجات اولى من اشياء. طيب يا ترى البالانس او الاتزان اللي بيبقى تمام يا فندم، الاتزان اللي بيبقى موجود في البطاقات ده الاتزان بين ايه وايه؟ اول واحده او اول اتزان بيبقى موجود هو ان هو بيكون موجود في الافكتفنس، ان هناك مؤشرات فعاليه. زي ايه؟ كتير. يعني زي ما اقول فعاليه دي زي مثلا الارباح بتاعتي، افكتفنس، انا كسبت قد ايه؟ انجاز، انا خلصت مثلا، خلصت 10 عمارات، الشركه بتاعتي سلمت 10 عمارات، ده افكتفنس. طيب الناحيه الثانيه بقى لازم يكون بقى موجود معايا مؤشرات كفاءه. انا علشان اسلمت ال10 عمارات دول في وقت قد ايه؟ استخدمت كم مورد؟
وطبعا احنا اتكلمنا المره اللي فاتت على الموضوع. فلازم يكون في البالانس ان هناك مؤشرات فعاليه بشوف بيها مدى انجازي، وهناك مؤشرات كفاءه مدى استخدامي للموارد. فلازم ان انا تكون دي موجوده ودي موجوده في بعض الاداء المتوازن. ثالث حاجه لازم يكون عندي مؤشرات منظور خارجي اللي هم المالي والعملاء. هنبص من فوق اخبار الاقبال على الايفون 12 قد ايه، شركه ابل تقول لك والله مدى الاقبال على الايفون 12 بعد ما احنا شلنا منه الشحن. طبعا يا جماعه من الحاجات اللي شركه ابل عملتها طبعا، وناس كتير بقى مندهشه هل عملت ثقه في نفسها ولا ثقه في عملائها ولا ايه بالظبط، هي عشان تحافظ على السعر بتاعها راحت منزله الايفون 12 سواء بانواع مختلفه من غير مثلا الشاحن بتاعها، ولا طبعا ولا الهاند فري ولا الحاجات دي كلها. طب ثقه بقى في عملائها، هتتابع الكي بي ايز بتاعتها، خلي بالك هي مثلا في الاصدار الجاي هتشوف هل ده كان مفيد بالنسبه لها ولا كان الافضل انها تغلي السعر مع ان يكون شامل الامور دي على ان هي من متطلبات الكاستمر. خلي بالنا يا جماعه عن الاداره تراي اند ايرور. واكبر الشركات ايوه بتبقى عامله حساب للي موجود، لكن هي مش عارفه ايه اللي هيحصل، مش عارفه هل هيكون للفعل ده اثر سلبي او اثر ايجابي. هو عنده توقع انه مش هيحصل حاجه، ان الاثار ايجابيه، بس انت خلي بالك انت هتقيس ايه بقى؟ مبيعات الشركه بقى خلال الكوارتر ده، وهتقارنه بقى لو انا هتقارنه بالمبيعات ساعه مثلا 11 مثلا. لا ده حصل الناس قلت او زادت، ممكن تكون نتائج مذهله. فابدا ابص على المالي والعملاء، ده التوازن. في نفس الوقت عايز ابص على المنظور الداخلي، الناحيه الثانيه المنظور الداخلي اللي هو العمليات والنمو. بالظبط. مش هيبقى كافي، خلي بالك احنا بنتكلم كتير تمام، وهي دي حتى اللي انا بقول عليها قياس الهدف. ما احيانا مؤشر واحد ما يبقاش هو 100%، لان كلنا خلي بالك يعني مثلا خلونا نتكلم على الهدف بتاع مبيعات مثلا ايفون او كده، او رضا العملاء عن التصرف الجديد. لو انت خدت من السوشيال ميديا هتلاقي الناس كل الناس متضايقه، صح ولا غلط؟ يعني هو انا لما اجيب الموبايل ومعاه الشاحن ما طبيعي جدا هيبقى متضايق من التصرف بتاع ايفون، بس خلي بالك ممكن بعد كده تفاجئ ان انت اشتريت الموبايل واشتريت الايربود واشتريت السماعات الهاند فري واشتريت وعادي ومبسوط ومستريح وعايش حياتك. فاذا الكاستمر ساتسفاكشن او الاستبيان اللي موجود في السوشيال ميديا هاخد في الاعتبار، لكنه غير كافي علشان نحكم على التجربه. فعشان كده الهدف احيانا كتير بحط له اكتر من كي بي اي، لان الكي بي اي يعني لوحدها بتبقى مش كافيه للحكم على الهدف او تحقيق الهدف. النقطه الثالثه البالانس هيكون ما بين الكواليتيتيف والكوانتيتيف. الكوانتيتيف اللي هو الكمي، في حاجات كميه بنحسبها معدوده وفي حاجات اراء. اصل يا جماعه ان الحياه مش ماشيه على الكم فقط، الحياه ماشيه على في اشياء غير محسوسه غير معدوده، يعني امزجه الناس واعتقاداتها والبراند ايمج بتاع الشغل نفسه. فلذلك لازم عندك مؤشرات او البالانس بيكون موجود ما بين مؤشرات الكم ومؤشرات الكيف، اللي هي النوعيه الكيف برضه. رابع نقطه هيكون فيها التوازن ما بين مؤشرات اللاجنج اللي هي ممكن نسميها النتيجه والسبب. يعني زي ما قلنا احنا كنا سميناها المره الحاضره اللي فاتت سميناها الليدنج واللاجنج، المتقدمه والمتاخره. ممكن نسميها السبب والنتيجه، نفس الفكره نفس التعريف. يعني التعريف اعتقد كده اوضح واسهل، ان اللاجنج اعرف النتائج بتاعتي، حققت ارباح قد ايه، وابدا اشوف مؤشرات الاسباب. فهنا لازم يكون في بالانس ما بين مؤشرات الاسباب ومؤشرات النتائج. نبدا مع بعض بقى نقطه جديده، الا وهي يلا بينا نعمل خريطه استراتيجيه. بس قبل ما نعمل خريطه استراتيجيه تعالوا نسال شويه اسئله ونشوف رايكم ايه. اول حاجه، هل هذه المناظير الاربعه ثابته؟ يلا يا جماعه مين يرد؟ يعني هل ممكن اغير الكاستمر بحاجه ثانيه؟
يعني ممكن احط منظور تاني غير كاستمر، ممكن احط منظور البيئي مثلا. لا لا المناظير مش ثابته، المناظير مش ثابته. تمام يعني جميل قوي، ممكن نحطهم. جميل يعني. طيب عجبتني كلمه قالها يعني احد اساتذتنا في الاداره، يعني جميل قوي، يعني كلمه جميله. بصوا يا جماعه، في الاداره الستاندرد انه نو ستاندرد. يعني ما فيش يا جماعه، ما فيش حاجه اسمها ثابته في الاداره، ما فيش شيء، ما فيش شيء ثابت، ما فيش شكل، ما فيش حاجه اقدر بالظبط طبقا للنشاط. انا لو انا في نشاطي، الله ينور عليك، احنا بنعمل جسديه، لو انا في نشاطي شفت ان البعد المالي مش مهم، اشيل المالي، لكن في حاجه اسمها البعد البيئي مهم، احط البعد البيئي مكان البعد العملاء، وما عنديش عملاء وتفضل. يعني انا بتكلم. طب اعمل المنازل الاربعه دي يا جماعه الشائعه المستخدمه في معظم الشركات، هم دول المناظير الاربعه الشائعه الاكثر شيوعا الاكثر استعمالا. ف الله ينور عليك، في الاداره مفيش ثوابت، مفيش حاجه اسمها ثابته. احنا من الاخر عايزين ندير، فمن خلال التجارب، من خلال كل حاجه ممكن تتعدل، كل حاجه ممكن تتغير، يعني تعمل حاجه اسمها كاستمايزيشن. بالظبط، تغيرات، كاستمايزيشن. يعني حتى في اداره المشروعات كده كنا بنسميها تيرنج. تيرنج يعني ايه؟ تخصيص كده، نركب بقى الشغل بتاعي على مؤسستي او على مشروعي. بالظبط، مفيش ابداع. يبقى هنا بنبحث دايما على البيست براكتسز اللي بتلائم اللي ايه الشغل بتاعي او مؤسسه او احتياجي. هل ممكن نضيف منظور خامس او سادس؟ طبعا نفس السؤال، نضيف خامس ونضيف سادس على حسب المتغيرات، هي نفس احتياجاتي والبيئه بتاعتي والشغل اللي أعمل. طيب في فرق عند الاستخدام بين القطاع الخاص والحكومي او القطاع الخاص والربحيه والخدميه؟ هل هناك فرق؟ ايه الفرق؟ يعني ايه الفرق اللي ممكن نشوفه في ال، لا سيبنا بقى الاربع مؤشرات دول، هيكون فرق فين؟ تمام، فرق في الدماغ، قوانين مثلا؟ لا خلينا بس في الاربع مؤشرات، الكاستمر، تمام، الكاستمر، الفاينانشال، الانترنال بروسيس، والجزء الرابع اللي هو الليرنينج جروث. الاربعه دول بعد المؤسسات، الله ينور عليك. اذا في المؤسسات الخدمات هيبقى الجزء المالي فين؟ تحت خالص، تحت، هو هو البيز بقى. الله ينور عليك، مش هيبقى فوق خالص متشعلق كده وهو القشره بتاعتي. ليه؟ لان هو مش نهايه، ممكن هيقفز عندي كاستمر، الكاستمر هيبقى عندي، ممكن يبقى جوه ده البيئي، موجود البيئه والناس اللي هتشتغل معانا. يبقى هنا عند الاستخدام القطاع الخاص والقطاع الحكومي اختلاف. هيبقى في الجزء القانوني، هيبقى في الترتيب نفسه، الجزء المالي هياخد يعني على حسب طبعا ظروفك، على حسب ظروفك. يعني النهارده انا ممكن يكون حكومه متعثره او بلد فقيره شويه، فيبقى الجزء الحكومي عنده جزء المالي مهم علشان يعرف يخلص الشغلانه عشان يكسب. تمام، وممكن في بلد تانية اكثر غنى يبقى لا الجزء المالي مش نفس الاهميه، لان هو عايز يريح او عنده فائض ميزانيه يقدر يريح بيه المواطنين عندنا في البروجكت في البلد يعني بصفه عامه. طيب ماشي، مهندس محمد جدال اتفضل. الحكومة ما يهموش الربحية، تمام بالظبط كده، ما قلنا كده، الله ينور عليك، ممتاز. ايه مهندس محمد جواد عايز يتكلم. السلام عليكم، انا بس كنت عايز اعلق على حكاية ان الفرق بين القطاع الخاص والحكومي. طبعا الحكومة في منظمات كتيرة فيها وشركات كتيرة ما تفرقش معاها أي تفصيلة، زي الكهرباء مثلا، أنا مش فارق معايا رضا العميل، يرضى ما يرضاش، أنا ما فيش غيري أصلا. أيوة بالظبط بالظبط، الله ينور، حتة مهمة. لا بس لا لا هندسة، رضا أو عدم رضا هيخليك تحسن في شغلك. يعني النهاردة لو أنا عندي مشكلة في المحاولات بتاعتي، يعني نفترض مثلا
لو عندي مشكله في التوزيع في المحولات بتاعتي في كده كده الاعطال والمشاكل الحكوميه المشاكل دي يعني معناها هتبقى ليها تاثير يعني. لكن في الاخر على الواقع على الواقع يعني في الاخر انت هترضى بالخدمه بتاعتي يعني. ده حضرتك مش ده يونيك سبلاير اصلا، ده مشكله، دي مشكله كبيره جدا والله صدقني في الواقع. انا بتكلم واقعي، انا بتكلم على ارض الواقع اللي احنا بنشوف يعني ان في القطاع الحكومي في ناس كتيره جدا هو ما فيش غير هو، فبالتالي انت مضطر اسفا انك تاخد منه خدمه، والمنتاليتي بتاعتهم انه ما فيش غيري، اضرب دماغك في الحيطه يعني. الاحتكار الاحتكار صحيح. فبس ده كنت عايز اعد عليه، شكرا جزيلا. احنا كلامنا في السلوكيات كويس. انا برضو نناقش الواقع يعني. ايوه تمام تمام فندم. الباشمهندس بيفكرني عفوا بيفكرني كل بالظبط ده تقليدي بيفكرني كنت بدي في الاكاديميه العربيه في اسكندريه، فلقيتهم الناس بتشتكي من المحاضر. فبيشتكوا ليه؟ قال لك الراجل ده بيتكلم عن حاجه في الخيال مش موجوده في المجتمع. طب يعني هيقول لكم يعني هيقول لكم المصايب اللي موجوده بيننا يعني، ولا المشاكل الاداريه الخطا؟ الراجل بيقول لكم ايه الصح يعني. طيب ندخل بقى بعد كده ان شاء الله احنا هنبدا الوقت نعمل ايه؟ احنا هننفذ مع بعض استراتيجيك ماب، وهنبدا نحط لها البلانس سكور كارد بتاعتها. يلا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا شركه من الشركات اهو، لينا اربع مؤشرات فعاليه. الشكل بتاعك مش زي الشكل بتاعهم ليه؟ احنا اتفقنا مالناش دعوه بالاشكال، لينا دعوه ان هيبقى في اربع مناظير وهنعمل علاقات ما بين الاهداف وبعضها. بس انا احنا بنحاول نعمل استراتيجيك ماب مبسطه شويه بسيطه. طيب اول منظور عندي المنظور المالي الفاينانشال اللي هو الجزء المالي، ده في دور العلوي عندي، انا شركه قطاع خاص وعايز احط مالي ده اعلى حاجه. تاني نقطه او تاني برسبكتيف هيبقى الجزء العملاء او الكاستمرز. تالت حاجه هيبقى جزء البروسيس او العمليات الداخليه. رابع نقطه هتبقى ليرنينج اند جروث اللي موجود. طيب نبدا مع بعض نشوف التعليم والنمو ايه الاهداف اللي انا حطيتها لنفسي. اول هدف من الاهداف اللي انا حطيتها في التعلم والنمو اللي هو خلق بيئه ابداع جديده. ايجاد بيئه الابداع اول عمليه. اول معلش هاخدها من فوق معلش تمام معلش. الفاينانشال النمو. النمو يعني ايه؟ هنزود مبيعاتنا، نزود الفروع بتاعتنا كشركه، يبقى ده يعتبر بالنسبه لي مؤشر كفاءه. النقطه الثانيه الهدف الثاني زياده الارباح. يبقى هنا بقى عندي هدفين في العملاء، نمو وزياده الارباح. طب في العملاء او الكاستمرز عندي هدفين، هدف الاول رضا العميل، تاني زياده العملاء، يعني العملاء اللي عندي يبقوا راضيين. هنا عايز ازود العملاء بتوعي. طب في البروسيس عايزين نحسن جوده العمليات ونقدم الخدمه في الموعد. في عمليتين اهم، نحسن الجوده، نقلل الفقد ونبدا نقدم الخدمه في الموعد. في التعليم والنمو اول نقطه هناخد ايجاد بيئه الابداع، والهدف الثاني هيبقى رفع مهارات العاملين بالشركه. كده الوقت انا عندي 8 اهداف، في كل منظور ليا هدفين موجودين. كما تعودنا ان احنا هنشتغل من تحت لفوق. سؤال لحضراتكم، رفع مهارات العاملين هل هيكون لها تاثير عن تقديم الخدمه في الموعد؟ اكيد. إذن هناك علاقة بين رفع مهارات العاملين وتقديم الخدمة في الموعد، يبقى هنطلع بأول سهم. معلش تمام ماشي طيب.
خلينا ايجاد بيئه الابداع، علاقه دي ايجاد بيئه الابداع، هل هيأثر في تقديم الخدمه في الموعد؟ في الغالب تاثير غير مباشر، لا تاثير قليل، لكنه هيأثر في تحسين جوده العمليات. انا عايز اعمل ابداع، تقديم خدمه في الموعد ممكن، لكن تاثيره المباشر ايجاد بيئه الابداع هيبقى عامل تحسين لجوده العمليات. طب الهدف الثاني رفع مهاره العاملين زي ما انت قلته، اول نقطه هيقدم خدمه في الموعد. هل هناك علاقه بين المهاره وتحسين جوده العمليات؟ اكيد. ايوه بالظبط. اذا هيطلع عندي هنا علاقه ما بين رفع مهاره العاملين بالظبط تحسين جوده العمليات. ممتاز. نيجي نبص بقى على تحسين جوده العمليات. هل لو انا حسنت جوده العمليات هيحصل رضا للعميل؟ هيصير مباشر؟ اكيد. انا اشتغلت كويس تمام، يبقى هنا هيحصل تحسين جوده العمليات في. طب هل ده هيؤدي بطريقه مباشره لزياده العملاء؟ لا. بطريقه مباشره لا. تحسين الجوده مش هيزود العملاء بطريقه مباشره. طيب انما اللي ممكن يزود العملاء تقديم الخدمه في الموعد برضه جميل قوي تمام، هيسوي تسويق، ما حضرتك هتشوف بعد كده الموعد. تقديم الخدمه في الموعد برضه هيزود رضا العميل. بالظبط كده، هيزود رضا العميل. رضا العميل بقى هو اللي هيؤدي الى زياده العملاء، اللي احنا هنسميه بقى الورد اوف ماوث. ايه الورد اوف ماوث ده يا جماعه؟ ده اللي هو انا اشتريت موبايل كويس، فوالله عاد اقول كل حاجه اروح اشتري الموبايل ده. والله بص يا جماعه، انا رحت مثلا لمول الفلاني، المول الفلاني ده مميز. فهنا رضا العملاء بقى بيصب مباشره في زياده العملاء. طيب زياده العملاء هتزود الارباح؟ طبعا طبعا، مؤثره جدا زياده العملاء، اكيد هيحصل زياده في الارباح. طيب جميل. طيب رضا العميل هيؤدي النمو؟ كل ما العميل رضوا حصل زياده في العملاء، هيحصل ايه؟ النمو. جميل. طب لو حصل نمو اكيد هيحصل زياده في الارباح. حددنا العلاقات، النمو هيحصل ايه؟ زياده في الارباح، دي اخر نقطه موجوده معانا. طيب دي كده انا حددت العلاقات وعملت هنا حاجه اسمها الخريطه الاستراتيجيه. احنا بنعمل ايه؟ بتبدا تشتغل. طيب انا بعمل دي ازاي؟ يعني خلينا نقول حاجه زي كده تعمل ازاي؟ مجموعه من ورش العمل بنبدا نقعد فيها. تمام يا هندسه، خدنا يؤدي لزياده العملاء بطريقه غير مباشره، احنا قلنا ان هو رضا العميل وعميل يؤدي لزياده العملاء، ما فيش مشكله، اعتبرني اخطات، مش دي القضيه اللي عندي، اهم حاجه بس احنا بنقدم نموذج. النموذج ده بيوضح لي ان هناك علاقه بين الاهداف في المناظير المختلفه. فعلشان الله ينور عليك، فعلشان اوصل لده محتاج مجموعه كبيره من ورش العمل. حاول تتجاهلها يا فندم، انا موقف تحت، يعني لو عايز تتابع بسرعه بعينيك هتتابع، لو كده خليك فوق ما تبصش تحت معلش. الناس يعني انا بقول سؤال فالناس بتجاوب معايا. طيب يبقى هنا بدأنا نتكلم، يبقى احنا وصلنا ان الاستراتيجيك ماب اول خطوه وانا بعمل ما يسمى بالبالانس سكور كارد، اني بحط الاهداف بتاعتي. الاهداف مش لازم تكون اتنين بالتساوي، انا بس حطيت حاجه مبسطه. لو انتم فاكرين اول ما وريتكم الشغل حطيت، كان في بعض المناظير او المنظور تلاقي فيه ثلاث اهداف، منظور ثاني تلاقي فيه هدفين، منظور ثالث تلاقي هدف. نبدا نشوف الخطوه الثانيه بعد ما انا عملت الايه ما يسمى بالبالانسد سكور كار او بالاستراتيجيك ماب او بالخريطه الاستراتيجيه. الخطوه اللي بعدها ان انا هبدا اشتغل على الايه البالانسد سكور كارد.
تعالوا كده نشوف مع بعض ازاي هنشتغل البالانس سكور كارد. انا قعدت اقسم لكم البالانس سكور كارد، انا اخدهم صفحه صفحه، صفحه عن مالي، صفحه عن العملاء، صفحه عن العمليات، صفحه عن النمو. اول نقطه هي الجزء المالي. ايه بقى النقطه اللي فوق؟ قبل بس ما نبص على نمو المبيعات، ده الهدف الاول. تعالوا نشوف بس الجدول فوق ايه. في عندي قيمه الفتره السابقه، القيمه الحاليه، الاختلاف، المستهدف التارجت بتاعي، نسبه القيمه الحاليه على المستهدف، النتيجه. دي عباره عن العامله بتاعتي اللي انا بشتغل عليها. اول هدف هتكلم عليه هو نمو المبيعات. انا عايز اعمل عمليه نمو وعايز ازود. قلت علشان ازود محتاج ان انا احط مجموعه كي بي ايز. في اتنين كي بي ايز احطه. اول كي بي اي هو نسبه نمو المبيعات. نسبه نمو المبيعات يعني ايه؟ يعني النهارده كام في الميه؟ يعني النهارده انا مثلا كنت بشتغل ببيع 100 جزء، لا بقيت ببيع 103، بقى نسبه النمو. طيب نبص اول حاجه على قيمه، ثاني حاجه عدد الاسواق الجديده. يعني انا كنت ببيع ل 50 سوق جمله، لا ده انا هحط ل 70 سوق جمله. ليه؟ دول جديده بشتغل عليها. فانا عشان اعمل نمو، النمو ده عباره عن زياده مبيعات وزياده اسواق. فبقيس نسبه نمو المبيعات من ناحيه، وبقيس عدد الاسواق الجديده من ناحيه ثانيه. نتكلم بسرعه على الكي بي اي الاولاني، الاثنين دول بيشوفوا نمو المبيعات. فلقيت ان قيمه الفتره السابقه 3%، يعني انا زادت مبيعاتي في الفتره السابقه 3%. القيمه الحاليه 4%. السؤال هنا الاختلاف ايه؟ ايجابي. طيب الاختلاف الايجابي ده شيء كويس ولا وحش؟ بالنسبه لي حاجه افرح لها ولا ازعل؟ بص، لان ده قطبيه المؤشر ده هي قطبيه ايجابيه، فلذلك الاختلاف الايجابي هيفرحني. تمام كده؟ اذا هو اختلاف ايجابي وفي نفس الوقت مؤشره عندي ايجابي. ليه؟ لان هو بالنسبه لي قطبيه هذا الكي بي اي قطبيه ايجابيه. طيب المستهدف بتاعي كام؟ 5 بالظبط. طبقا انا مفروض المستهدف بتاعي 5. لا هنا مش بالنسبه للمستهدف يا باشمهندس، هنا بقيس الحالي على السابق. تاني يا جماعه، الاول انا بقيس الحالي على السابق، على الفتره السابقه، وبقيس الاهداف الاختلاف ايجابي ولا سلبي. فهنا الاختلاف ايجابي، يعني انا زدت. طيب هقيسه بقى على ايه؟ على المستهدف بالظبط، حسب اللي انا صرفته، بس انا بكون محدد من الاول. فلقيت ان المستهدف 5%، يعني انا كان المفروض السنه دي في الفتره دي او في الكوارتر ده ازيد نسبه المبيعات بتاعتي 5%. اذا انا لما اجي احسب العمود اللي قبل الاخير، نسبه القيمه الحاليه على المستهدفه لقيتها بتحقق لي 80%. طيب دي بالنسبه لي نتيجه ايه؟ مش حلوه قوي، لكن مش وحشه. فانا حاطط لها العلامه صفراء، يعني شيء متوسط بالنسبه لي. طبعا النتيجه الصفراء دي بتقول ايه؟ مثلا من 75 ل 100% هنحط العلامه الصفراء، فوق ال 100% هتبقى الخضراء، تحت ال 75 هتبقى الحمراء. حمراء يعني ايه؟ يعني في مشكله، يعني عندي في بروبلم موجود. دي عباره عن اكواد ورموز بتقول والله انا ماشي في سكه صح ولا عندي مشكله. اذا الوقت لما تكون عندي النقطه دي اللمبه الصفراء، معناها ان عندي نسبه نمو المبيعات محتاجه لمراجعه. بسيطة لكن ليس أمر إيه شديد. طيب عدد الأسواق الجديدة، أنا كان مفروض الفترة السابقة دخلت 80 سوق جديد، بس الفترة دي أنا دخلت 60 بس. الاختلاف سلبي، تنقليت. وأصلا القبية بتاعت ده المفروض إنها تكون موجبة، فيبقى برضه ده شيء مش كويس. المفروض إن أنا أدخل كام؟ 100 سوق. إذا نسبة التحقيق القيمة الحالية على المستهدف، هقسم ال 60 اللي هي القيمة الحالية على المستهدف اللي هو 100، يبقى هنا 60%.
طبعا ده بالنسبه لي بقى مؤشر احمر او في مشكله كبيره. كان في بس حد بيسال سؤال، لحظه بقى. تمام، حسب ان انا بصفه ده يكون دي افتراضات واحنا بنفترض كده ارقام. فانا بقارن نفسي باللي فات، لقيت نفسي ايه قليت، ماشي مش مشكله قوي دي، بس المشكله انا كنت مستهدف 100 والاستهداف ده جاي عن طريق دراسه المفروض يعني. فلا عندي مشكله كبيره جدا بقى، القطاع بقى بتاع البيزنس ادمنستريشن ولا الديفلوب بزنس بزنس ديفلوبمنت، قسم التطوير بتاع الشركه فيه مشكله، الماركتيرز بتوعي فيهم مشكله، هنبدا اشوف بقى فين المشكله. خلي بالك اهو مشكلتي الكبيره هنا فين؟ في عدد الاسواق الجديده اكتر من نسبه نمو المبيعات. فانت مع كل كي بي اي بتبدا تحط المشكله فين؟ البروبلم فين؟ عامل فوكس عليها زي ما قلنا في اول محاضره. فهنا وضحت ان عندي مشكله في ان الاسواق الجديده قليله كتير عن اللي انا المفروض احطه. بالظبط، في ترابط ما بين المؤشرين اكيد. ندخل على كده، دي اول يعني ده مثال للفاينانشال. ناخد مثال للكاستمرز ونتكلم على الهدف بتاعي اللي انا هتكلم عنه وهو رضا العميل. رضا العملاء، انا خلص بس هخلص الاربعه وابدا اشوف الناس كاتبه ايه في، يعني هخلص بس الجزء ده وبعد كده ارجع اشوف الايه الناس كاتبه في، يعني اكتبوا عادي بس انا شغال علشان بس ما يبقاش في قطع ايه حبل افكار. الكاستمرز عندي رضا العميل، وعلشان اشوف رضا العميل زي ما قلت لكم كون الاستبيان لوحده غير كافي. نسبة رضا العملاء، قد تكون الناس في الاستبيانات عندها مشاكل، فخلاص هبدأ أشوف الشكاوى اللي حدثت أثناء البيع والشراء والمشاكل الموجودة والمرتجعات والأعطال والكده، وهبدأ أشوف إيه النقطتين دول. النقطة الأولى في نسبة رضا العملاء، أبص على قيمة الفترة السابقة هلاقيها 75%. تمام، والقيمة الحالية المفروض كام؟ 85%. بصوا كده الاختلاف هنا ايه؟ ايجابي، كان المفروض الفتره اللي فاتت الناس كانت 75 والمره دي ب 85، اذا حصل زياده في نسبه رضا العملاء. المفروض اصلا الناس ترضى بكام؟ ب 80. يعني انا راضي جدا ان 80% من الناس تبقى راضيه عني. يا سلام، ده حاجه جميله قوي. ف ده نسبته كام؟ 106%. يعني انا 85 محققها وكان المفروض احقق 80، فانا اذا انا في المنطقه الخضراء. درجه رضا العملاء زي الفل. قد يكون هناك مؤشر زائف، تعالوا نشوف الشكاوى بقى. الناس مجامله، الناس بتوع خدمه العملاء بيقابلوهم مقابله كويسه فبيتكسفوا يكتبوا مشاكل. تعالوا نشوف عدد الشكاوى. عدد الشكاوى، انا مستهدف الفتره السابقه كان 28 والفتره دي 25، حصل ايه؟ قل بقى سلبي. السلبي ده كويس ولا وحش؟ السلبي ده حاجه الله ينور عليكم. ليه بقى؟ لان قطبيه المؤشر ده قطبيه سلبيه، فلما اقول ان سلبي يعني حصل ان الشكاوي قلت، اذا انا بقى ده بالنسبه لي مؤشر كويس، او انا هبقى فرحان بايه بالنقطه دي. تمام تمام، برافو عليكم. طيب نيجي نبص كده نلاقي المستهدف بتاعي 20، يعني انا بقول عايز اوصل ل 20. ده انا عندي مشكله، انا صحيح كنت ده انا نسبه القيمه الحاليه او 80%، اذا انا مش في المنطقه الخضراء. عدد الشكاوي تمام. يبقى عايز اقول لك ايه بنظرتك للمؤشرين، ما تنخدعش رضا العملاء لان في فعلا شكاوى. طيب يبقى تعمل ايه؟ تبدا تشوف الشكاوى دي كانت فين؟ في انهي اداره؟ اكيد كل يعني بعضنا عارف حاجه اسمها قاعده باريتو. ايه قاعده باريتو؟ قال لك والله 80% من المشكلات في 20% من العناصر. يعني عايز يقول لك ايه؟
عارف انت اثنين يعني التمانين اسمها قاعده 80 20. يعني مثلا لو لاجوا عندك في السياره 10 كومبوننت هتلاقي اثنين كومبوننت بس مش مسببين 80% من الاعطال. فانت ممكن الشكاوى دي عندك 10 اقسام في الشركه هتلاقي 80% مثلا في قسمين. فانت هتبتدي تمسك الشكاوى وتحللها وتبدا توصل الموضوع ان هو يبقى اخ يعني لون اخضر وتحل المشكلات اللي موجوده. ماشي يا جماعه؟ بقينا دي درجه رضا الحمد. ندخل على النقطه الثالثه البروسيس. العمليات. الهدف اللي احنا هنقيسه تقديم الخدمه في الموعد اللي هي اون تايم، نسبه الاون تايم ديليفري. تقديم الخدمه في الموعد هنبدا نقول نسبه البنود المورده في الموعد ومتوسط زمن التاخير بالاسبوع. هم دول اللي انا هقيس بيهم احنا بنوصل في الميعاد ولا لا. ويعني ولما متاخر بتاخر قد ايه والكلام ده كله. طب نبدا مع نسبه البنود المورده. كانت الفتره اللي فاتت 80 والسنه دي برضو 80. احنا ايه؟ الثبات، مفيش اختلاف، ثابتين على المبدا بتاعنا. طب المستهدف بتاعنا كام؟ كنا عايزين نقل شويه. ودايما انت بتحط دايما بتحط من قواعد وضع المستهدف او التارجت ان يكون في تشالنجبل، يعني في تحدي، ما يكونش حاجه انا بحققها على طول كده يعني وبسهوله يعني. فانت محقق 94% ممكن نعتبر ان انت واصل لمؤشر اصفر، يعني ما انتش واصل للتارجت بالظبط بس يعني مقرب منه وهيبقى في مشاكل معينه. طب نبص بقى على متوسط زمن التاخير بالاسبوع. الفتره اللي فاتت كان متوسط 3، الفتره دي مصر 5. ده ايجابي. طب ده حاجه حلوه ولا وحشه؟ ايجابي حاجه وحشه ولا سيء جدا؟ ليه؟ زمن التاخير ده المفروض يقل، فلما يزيد يبقى ايجابي. لا، معناه ان هو في سلبيه او في مشكله معينه معايا. اذا انا بعد ما كنت في الفتره اللي فاتت عندي 3 شكاوى، لا ده انا وصلت ان انا بقى عندي 5 شكاوى، بقى في هنا بقى في يعني امر تطور للأسوأ يعني. طيب يعني يا عم الفترة السابقة دي كان لها ظروفها والمستهدف كان له ظروف تانية خالص. ده انا كنت عايز اخلي التلاتة اتنين، فلقيت نفسي انا محقق 40%. يا ربي، لا ده انا عندي مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. طيب تمام، هتبدأ تعمل عملية اناليسز البنود الممرضه في الميعاد، ما عندكش مشكله فيها بس في التاخيرات بتتاخر كتير. طب ايه بقى اسباب التاخير بقى؟ هل لما بيحصل تاخير بيبقى قسم النقل اللي عندك يعني ترانسبورتيشن مثلا مشكله في التصنيع؟ هل تبدا تدرس ايه بقى اللي عامل التاخير ده؟ لان التاخير ده خلي بالك ممكن فيه غرامات وفيه مشاكل وفيه مقاطعات وفيه عميل مش هيجي تاني، فما تفرحش بجزء واحد كان بالنسبه لك مبشر او مش مبشر، كان معقول يعني كنت حتى في المنطقه الصفراء وحقق 94% منه، لكن لازم تبص على الهدف الثاني اللي هو بيبرره اللي هو متوسط زي. لما نتاخر بنتاخر قد ايه؟ ده بيفرق كتير قوي قوي. يعني زي كده هقول لكم، رايح تاكل في مطعم وحط لك 80% من الاكل وفاضل 20%، جابها لك بعد ساعه، تعمل ايه؟ طب هتتضايق جدا يعني، هتقول لي يا عم ما انا جبت لك الاكل كله في ميعاده. ماشي يا باشا، ما انت في حته من الاكل ما اكلتهاش انا اصلا، يعني الكلاينت في مشكله عنده. فالتاخير ممكن كنت اقبل منك 80% وبعد 10 دقائق جالك 20% الباقيين، انما بعد نص ساعه وبعد ثلاث ارباع لا، ده حصل مشكله ممكن تؤدي الى ان في كاستمرز كتيره يسيبوا المكان ويبقى عندهم مشكله معايا. نيجي عند اخر نقطة في learning and growth، ده البروسبكتيف رقم 4 والمنظور الرابع النمو والتعلم. فبدأنا نقول والله ايجاد بيئة ابداع، عايزين نحط بيئة الابداع. طيب قلت والله انا هحط بقى حاجتين، احط عدد ورش العمل العصف الذهني او البرين ستورمنج، وعايز الافكار اللي تم الموافقة على تنفيذها. طب نخش على عدد ورش العمل، نشطة بقى عشان نيجي بيئة ابداع. قيمة الفترة السابقة كانت يعني عملنا 5 ورش عمل. الوقت الحمد لله يا ربي
عملنا 8 فرص ورش عمل، اذا الموضوع كده ايجابي مثلا. طيب المستهدف كام؟ 8. الله، احنا زي الفل. اذا نسبه المستهدف كام؟ 100%. اذا نتيجه خضراء، احنا ايه، احنا ممتاز. طب عايز الافكار بقى اللي تم الموافقه على تنفيذها. احنا بنتابع بقى، مش قعدنا. كان في الفتره السابقه 3، القيمه الحاليه كام؟ 5. ايجابي، ده حاجه ممتازه جدا، حاجه حلوه. طيب المستهدف 2. لا، هنا في غلطه، في غلطه اللي انا قصدت بيها. لا معلش، ده في خطا. طيب ماشي، المفروض القيمه الحاليه 2، وكنت قصدت ان دي 2 ودي 5. ممكن باشمهندس كده عشان نتصور 2 و5 يعني، المفروض هيبقى سلبي. انا اصلا كنت عايز اعالج نقطه معينه في الجزئيه دي، ده سلبي بالنسبه لي، اني عملت يعني قابلت افكار اقل. تمام، قابلت افكار اقل، ومفروض ان اوصل لخمسه، يعني ان المفروض اقابل 5 افكار، او بالنسبه لي يعني قبول 5 افكار، ده هو بالنسبه لي عشان احقق هدف ايجاد بيئه العمل. وده نسبه 40% من القيمه الحاليه للمستهدف، ده مؤشر خطر. مين يوصف لي البيت بتاع دي؟ اخبارها ايه؟ تمام يا باشمهندس عمر، تداركنا الخطا، تداركنا الخطا، معلش. تمام، مين يوصف لي؟ عايز حد يتكلم بقى يقول لي يعني بيئه العمل دي اخبارها ايه يعني؟ يعني فاهم، هل في بيئه ابداع في المكان ده؟ مين يرفع ايده؟ لا، مهندس احمد عادل، ماشي، حد يفتح. احمد عادل، احمد عادل، السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي، اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واضح طبعا ان هنا واضح ان هنا ما فيش بيئه ابداع، يعني في ريستريكشن في الافكار، او في حاجه بتمنع الموظفين ان هم يدوا افكارهم. يعني ازاي يا باشا؟ احنا عاملين 8 ورش عمل يا باشا، ده احنا قعدنا الناس كلها وعملنا عصف ذهني وبرين ستورمنج. ازاي تتهمنا باتهام زي ده يا باشمهندس؟ احنا عملنا ورش عمل في الأدب. ماشي، بس عدد الورش العمل يعني زي ما حضرتك قلت، تي بي اي واحد بس، مش هيدي انديكيشن. لو انا كنت واخد كي بي اي واحد بس هو عدد ورش العمل، كان ده هيدي فولس انديكيشن. صحيح، الله يرضى. 2 كي بي اي دلوقتي وضحت المشكله، ان مش بالعدد، ولكن واضح ان في يا اما كميه الافكار المطروحه كانت قليله، يا اما الناس اللي بتستقبل هذه الافكار وبتعملها فلتريشن ما كانتش اوبن مايندد، يعني ما هي نفسها عاوزه تعمل لها فلتريشن. الناس كانت بتعمل فلتريشن للافكار دي، هي نفسها وتعمل لها فلتريشن. صحيح. السلام عليكم باشمهندس. التيم اتغير يعني. السلام عليكم. تمام يا فندم، ماشي، اتفضل. ايوه اتفضل يا فندم. يا جزا باشمهندس، الحمد لله. مين معايا يا فندم؟ دكتور ابراهيم عطيه. اتفضل يا فندم دكتور ابراهيم، اتفضل. اولا مش موضوع بكثر عدد الورش وعدد الدروس اللي باخدها وعدد التجارب اللي بحضرها، وقدر ما اكون مقتنع باللي انا اعمله واجيب نتيجه من وراها. بناء على الحضور انا اقتنعت بالافكار تجيب ايجابيه، لكن انا مش مقتنع بالافكار عشان ارد عليها. ده احتمال يعني ماشي. يعني الاحتمال الاولاني ان يكون فعلا الناس اللي ما قالتش افكار كويسه، وده وارد فعلا، ده وارد يكون موجود. والاحتمال الثاني، ان الافكار دي صعبه تحقيقها. ماشي، ما يعني فكره اول هندسه ان احنا بنعمل عمليه شكليه، يعني احيانا كتير قوي بنهتم بالشكل، يعني عارف حضرتك كده ايه، عارف انت مجلس شعب ومجلس شورى وكده، حاجات كده، جاست برزنتيشن وشو كده، احنا عملنا وسوينا مش بالظبط كده. بالظبط. لكن ان بدايه حضرتك في قبل المحاضره والبرين ستورم اللي عملته، ان لو الجروب والتيم ورك مقتنع واوير بكل اهداف الميشن والفيجنز اللي موجوده، وعلى اطلاع بالاستراتيجي اللي المفروض تتحقق على المدى الطويل والمدى القصير،
قادر اوصل للنتيجه واطور من نفسه من الجروب كله بالكامل. لكن لو كل واحد ماشي لحاله زي فريق كوره انا عاوز اجيب جول لوحدي مفيش حد اجيبه. تمام بالظبط كده، الله ينور يا فندم. تمام طبعا يا جماعه، يعني انتوا لخصتوا ممتازين جدا والله، كلام جميل جدا لخصتوا الكلام. اما اقوال تفتقر للتطبيق، اما افكار خياليه، وده احيانا بيكون في بعض الشباب، لكن لو في خبرات موجوده في الورش العمل دي اكيد يعني مستحيل. احنا يعني بص يا جماعه، انا مش مقتنع لو الارقام دي قدامي بالاحتمالين انت قلتوهم، انت قلتوهم وده وارد، بس انا شايف ان احتمالاتهم ضعيفه جدا. يا جماعه 8 ورش عمل مش هيطلع افكار يعني بتخدم مؤسسه. هو انا هنا هحط الناس مثلا جداد بس؟ لا، ما انا هيبقى في موجود في ورش العمل دي او في العصف الذهني او البرين ستورمنج ناس خبرات يعدلوا. يا جماعه العصف الذهني فيه ميزه جميله جدا، ان بيحصل جينيريتنج الايديز. يعني انا ببني على فكره واحد تاني فكره، يعني ممكن واحد يقول فكره مجنونه، التاني يبدا يعدلها له على ارض الواقع، التالت يعدلها الى مره. فاما هيكون الامر شكلي، اما يكون الناس مش مهتمه، فانت ما عملتش، انت عامل بس منظر واجتماعات، وكل ما الناس رايحه بقى لورشه العمل بتاع العصف الذهني، اهم حاجه بس يا جماعه بس هنتغدى ايه النهارده، هيجيبوا لنا اكل ايه في ورشه العمل دي، وهيبقى في داتا شو فيها ايه والى اخره. طيب ده تمام. تمام طيب، حد تاني يقول اخر حاجه بس عشان نكمل المحاضره؟ حد يتكلم؟ الباشمهندس وليد، مهندس وليد ايوه هندسه معاك، اتفضل يا جميل. انا بس عندي يعني نقطه، يعني كون ان المؤسسه برضه حطت يعني كي بي ايز بيدعم الابداع نفسه، ان هي يعني على عاتقها ان يبقى لها ابداع. ونقطه ثانيه ان هي حطت مستهدف ان هي يبقى ان هي توافق على 5 افكار. يعني اعتقد ان هم يعني كده ان ممكن تكون المؤسسه نفسها عندها يعني عندها توجه ان يبقى فيه ابداع، يعني مفيش مشكله. جميل جميل، لا ممتاز. احيانا لا، احيانا الهندسه النوايا يعني ساعات النوايا، او ساعات بيبقى مفيش جهد لانجاح الافكار. يعني انا النهارده حاطط كي بي ايز بمنظر عام وشو وكده، واحنا بنعمل كذا، بس مفيش جهد لانجاح هذه الافكار. ده موجود، ده احيانا بيبقى موجود بالظبط، يبقى في منظر او كده. ف مش شرط ان هم حاطين ان الحاجات دي معناه انهم عايزين ينفذوها، ده من ناحيه يعني، وده شفناه راي العين، واخد بال حضرتك؟ لكن انت بتقول ان هي حاجه طيبه، برضو بحترم راي حضرتك في الحته دي، ان هي حاجه طيبه انه حاطط كده، لكن في قصور لازم يدور عليه، ولا ايه راي حضرتك؟ يعني اكيد في قصور، يعني انا بقول يعني في قصور، زي ما الزملاء تفضلوا، ان ممكن تكون الافكار نفسها يعني ممكن يعني مش قابله للتطبيق حاليا، يعني ممكن في وارد قد تكون البيئه الحاليه مش موجوده يعني، ولكن كون الكونسبت موجود عند الاداره ان هي توصل انها تحط كده، ولا ان هو يعني بتضيع وقت ان هو يحط يعني كي بي ايز بيتكلم عن الابداع والكلام ده، ويحط له تارجت وفي الاخر قد يكون تنفيذ ورش العمل جميل، قد يكون تنفيذ ورش العمل مش بطريقه جيده، يعني في حاجه اسمها فاسيليتيتور ده زي المحاضر اللي بيشرح، عنده مشكله في توليد افكار جديده، بيحرج الناس. طبعا معروف حضرتك برين ستورمنج العصف الذهني، لا تنتقد رايي، ما تضحكش على رايي، ما تعجبش برايي، يعني ليها كده مجموعه قواعد، يمكن ما هو ما عرفش يطبق التكنيك بتاعها، بيعملها بس الطريقه مش تمام. الله ينور يا باشمهندس. تمام طيب، انا بس في عندي استفسار بالنسبه للكي بي اي اللي هو قبته سلبيه. المعادله بتاعه تحقيق نسبه القيمه الحاليه على المستهدف يعني بتتقلب صح؟ يعني انا غلطت وعدلناها. لا مش النقطه دي، لا مش النقطه دي عامه. يعني لو انا عايز واحد، يعني لو في السلايد اللي قبليها وفي كي بي اي القبيه بتاعته سلبيه، المعادلة بتاعت نسبة القيمة الحالية على المستهدف عشان تديني النسبة الصح لازم تتقلب، يعني يبقى المستهدف على القيمة الحالية. يعني لو حضرتك لا مثال كده هندسة، بص حضرتك في حاجتين، انا بكتب ايجابي وسلبي على الفرق ما بين الحالي والفترة السابقة. انا فاهم، انا قصدي لو هو قطبيته سلبية. يعني حضرتك مثلا نجيب واحد بس قطبيته سلبية مثلا من السلايد اللي قبلها. عدد الشكاوى يا فندم، عدد الشكاوى كانت سلبيه. تمام.
بعد الشكاوى. لو هو لو هو مثلا الفرق اقل تمام تمام لا لا حضرتك قدامي يا باشا قدام تمام لسه ماشي تمام ايوه تمام ماشي ايوه ماشي نقف ماشي ماذا بقى يا شمس؟ طيب أيوة احنا هنا المفروض ان احنا المفروض ان احنا بنقسم حاليا عشان نجيب اللي هي النسبه الاخيره المفروض ان احنا نسبه القيمه الحاليه على المستهلك تمام اللي هي المفروض اقسم 25 على 20 لا لا في غلطه كده تمام في غلطه برضه في غلطه ماشي لا هي مش غلطه هي الفكره ان هو لما يبقى قطبيته سلبيه ال 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 اعتقد ان احنا بنعكس ولا بيبقى واحد او المعادله يعني في حد بص لا لا هو سلبيه هندسه هي سلبيه هي القيمه الحاليه ناقص السابقه ملهاش دعوه بالرقم بتاع بعد كده المفروض بقى المستهدف ده بقسم الحالي على المستهدف يديني النسبه يعني دي مثلا انا ممكن اكون كنت قاصد بيها 30 مثلا 30 فبنقسم وانا قسمت غلط غلط 20 على 25 عشان 20 على 25 يعني هي لو 25 لو 25 على 20 يبقى النسبه هتبقى زياده بالظبط كده هي يعني زياده يعني تبقى اكتر من 100% بس هي هنا عشان قطبيته سلبيه فالمؤشر لما هيعلى هيعكس معانا أيوة يعني زي ما قلت كده المهندس عمر النسبه المئويه بقطبيه سلبيه فلما تزيد تمام. النسبه وهي قطبيه سلبيه تدينا نفس الـ يعني طيب. بس الفكره ان احنا ربطناها بنربطها تمام شكرا ربنا يكرمك يا رب ماشي طيب احنا هنا وصلنا عرفنا يعني عرفنا الخطوات البسيطه لو انت عندك محل وعايز تشتغل انك تبدا تحط الاول المناظير بتاعتك او المنظورات وبعد كده تبدا تحط الاهداف وبعدين تبدا تحط تحتيها الكي بي ايز اللي بتقيس كل هدف من الاهداف. تعالوا كده نشوف مع بعض كل مؤشر بقى محتاجين له معدات قد ايه. الفايل اكسل هندسه مهندس احمد فايل اكسل وهندسه انا هبدا بقى امسك بقى الكي بي اي الواحد واشوف انا هعمل الكي بي اي ازاي او بطاقه الكي بي اي نفسها هيكون فيها ايه. طبعا يا جماعه الفايل ده بقى اللي انا جايبه لكم ده من معهد الكي بي اي انستيتيوت من الماتيريال اللي هو جايبها لنا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه تعالوا كده نبص مع بعض هنلاقي ان في ثلاث شيتات ده فايل اكسل في ثلاث شيتات. الشيت الاولاني اللي هو الداتا ريبوزيتوري يعني الريبوزيتوري اللي هي يعني المخازن بتاعت الداتا. طب ده عباره عن ايه؟ بصوا كده يا جماعه هتلاقوا سنه 2009 2010 2011 2012 ممكن نكبر تمام برافو ماشي يناير فبراير وبدا يحط النتائج كلها. ده عباره عن ايه؟ شيت جامع يعني لما اجي اشتغل بقى على الكي بي ايز بحط شيت فيه كل البيانات ده شغل على اكسل اكيد النهارده في برامج متطوره اكتر من كده بكتير قوي بس انا بضرب مثال لما انت تمسك بقى الكي بي ايز بتاعتك كلها لازم يكون عندك شيت جامع لكل الادوات موجود فيها بيانات شهر يوليا واغسطس وسبتمبر في 2009 2010 2011 الى اخره. يبقى انا نزلت من مستوى البالانس سكور كارد الى مستوى الكي بي اي الواحده فانا بقيت احط لازم في شيت جامع بنسميه الايه الداتا بتاعتي تجميع الداتا. طيب عندي بقى كي بي اي كاتالوج شيت اللي تحت الشيت الثاني كل اللي انت هتشوفه بس انا بفهمك دراسه الناس دي بتشتغل ازاي. ايه الكتالوج ده يا جماعه؟ الكتالوج ده عباره عن مجموعه كي بي ايز يعني بتمسك كل الكي بي ايز اللي بتستعملها تحطها في صفحه واحده في مكان واحد تحطها في كتالوج كانك بتعمل فولدر وجحتيه مجموعه ملفات اهو هنا حاطط لك والله احنا كمؤسسه بنستخدم 14 كي بي اي
طيب ناخد واحده واحده، يا ترى ايه البيانات اللي موجوده في كل كي بي اي؟ نبدا من فوق العمود اللي موجود. اول حاجه الكي بي اي نيم، فهنا حاطط لك والله نسبه الاتش ار كاستمر ساتسفاكشن، جميل. تاني حاجه حاطط لك السمارت كي بي اي، الارقام طبعا بتعدل شهريا طبعا، لو في كي بي اي جد جديد طبعا ده الشغل الصح يعني. سمارت كي بي اي ده اللي ايه الكود او الكودنج بتاعها. الاورجنايزيشن نمبر، يعني النهارده انت في المؤسسه بتاعتك يعني كتنظيم بتحط لها برضو زي كود في الاورجنايزيشن. العمود الرابع بيتكلمني على الديفينيشن اند يوسج، يعني النهارده بعرف بقى هو المؤشر ده ايه. قال لك والله انا ميجرز ذا برسنتج اوف انترنال كاستمرز هو ار ساتسفايد وذ اتش ار ديبارتمنت. سؤال بقى يا جماعه، انتوا مين هم الانترنال كاستمر بالنسبه للاتش ار ديبارتمنت؟ مين دول؟ مين انترنال كاستمر دول؟ حضراتنا بنحب قوي بتوع الاتش ار، حبايبنا. طبعا انتوا عارفين طبعا قسم الاتش ار يعني بيبقى اكثر ناس اكثر الاقسام سمعه وحب ومحبه في الايه بالظبط لقلوب الموظفين يعني. فابدا نقول والله قياس طبعا، بس المفروض ان القياس قياس مهني يعني انت بتقول ايه المشكله اللي بيقوم بيها، مش بقى عشان هو خصم لك بسبب ان انت اتاخرت وكده. طبعا انت اتاخرت مش هو اللي عمل المشكله يعني. طيب تاني حاجه الاوبزيشن اريا اللي هو الاتش ار ديبارتمنت، ابدا احط في الكتالوج بتاعي الاورجنايزيشن اريا بتاعتي ان انا بتكلم على الاتش ار ديبارتمنت. البرسبكتيف بتاعي اهو الكاستمرز، يعني ده المنظور بتاع ايه بتاع الكاستمر. بعد كده بيبدا يحط لي السب اوردينيت ميجر، قال لك والله بيبدا يحط لي المعادله كالكوليشن بتاعي، فيقول لي لا معلش احنا كنا فين عشان احمد وفي ايه بيعرفك يعني ايه اللي هي مثلا اللي هي اطراف المعادله، ايه الكاستمر مش عارف ان هم ساتسفايد، وبي اللي هم الكاستمر سيرفي. يعني يا جماعه البي ده هم كل الكاستمر اللي انا اللي هم طبعا الموظفين اللي قالوا رايهم في بتوع الاتش ار. طب والايه اللي قالوا ان احنا والله بتوع الاتش ار دول بنحبهم وعسل وزي الفل. طب بنعمل ايه بقى في المعادله بتاعتهم؟ بنقسم الاي على البي ونضرب في المية، فكل ده موجود معانا. طبعا انا كل ده نزلته لكم على الجروب، يعني ازاي انت تعمل حاجه زي كده وممكن تعربها وتشتغل بيها وتعمل لنفسك كي بي اي كتالوج بكل مؤشرات الاداء اللي انت بتستعملها في المؤسسه بتاعتك. الغرض بقى بتاعها ابدا اشوف ايه الاوبجيكتيف بقى، تو انديكيت وذر ذا اتش ار ديبارتمنت سيرفيسز كورسبوند تو انترنال كاستمر اكسبكتيشن، ماشي زي ما التوقعات بتاعتهم، وابدا ان انا اقول ايه الهدف، كاني بوضح بقى بشرح بتفصيل شويه. اللي بعد كده مين يا باشمهندس احمد؟ ايوه الاستراتيجيك اوبجيكتيف، الكي بي اي دي ده يعتبر بالظبط دليل استخدام الكي بي اي دي، ايه الاوبجيكتيف اللي هي تشتغل عليه. طب لا احط الايه ال ايه الاستراتيجيك اوبجيكتيف. طب ده فوكس على ايه؟ قال لك والله ده فوكس على الساتسفاكشن، على الرضا. طب الامباكت ستيج ده بيجي على الاوت كام، هنتكلم على موضوع الاوت كام ده في حاجه اسمها اللوجيك موديل، هنتكلم عليه يعني هتفهموه بعد كده. ده ليفل استراتيجي، عندنا في اهداف استراتيجيه وفي اهداف تشغيليه تحتها، حتى تحتها في اوبريشنال. ده يعتبر كمي كوانتيتيف، يعني انت النهارده عايز تقول والله انا معايا كم مؤشر كمي وكم مؤشر كواليتيتيف. القطبيه بتاعته لا الانديكيتور فوكس بالنسبه لنا ده ليدنج، يعني بحط كل تصنيفاته، يعني بعمل جايد للمؤشر بكل ايه الليفلز بتاعته. اذر ليفلز مش عارفها دي، يعني انا مش فاهم بالظبط ولا بلوك اب ستريم وانت بليكابل، ماشي طب عدوها كده لغايه ما نشوف دي ايه المعنى بتاعها. المهم هنا الداتا كابتشر بيريود، يعني كل قد ايه احنا بنجمع الداتا دي، سبوت كل لحظه كل يوم كل ساعه وات ايفر بقى ايه على حسب. والاوتوميشن بتاعي نوت ريكومندد، وهنا الفريكوانسي كل كوارتر كل كوارتر. الداتا
انتجريتي ميديوم. يعني انا بالنسبه لي انا شموليه ميديوم. ايه الليميتيشن؟ الليميتيشنز بتاعتي الريفلكس اونلي برضه بيشرحها، بس بيقول لك يعني دي دي دي, دي الفاصل ما بين ايه وايه. البنش مارك بتاعي هل هو بيميز؟ قال لك لا اسيتابول، يعني المرجع اللي انا بقوله اللي يعتبر مناسب بالنسبه لي. في الاخر خلينا يعني عايز اقول لكم ايه، نكمل مع بعض. التارجت بتاعتي مش ابليكابل. الميجر مين هو بقى الكي بي اي اونر، يعني مين اللي هيحاسب على الكي بي اي ده؟ فهو من هنا الاتش ار مانجر، في حاجه اسمها الكي بي اي اونر. طب مين اللي هو النيم بتاعه، وظيفته ايه او اسمه ايه بالظبط؟ هنا النيم وهنا التايتل، يعني هنا اسمه تقول اسمه يعني محمد احمد علي وتفر. مين الداتا كاستوديان التايتل مثلا اتش ار انالست. طب مين النيم بتاعه علي محمد الى اخره. الكرنت ستيتس بتاعه اكتف. اكتف بقى هنا ايه؟ يعني انا النهارده بشتغل على الكي بي اي ده، مش ملغي مثلا، مش معلق. في بعض الكي بي ايز مثلا علقت اثناء مثلا اثناء جائحه الكورونا، فهنا الستيتس بتاعي الايه؟ انه اكتف. الاكتيفيشن ديت بتاعتك حطه لك اللي تايم قد كده، لا ما فيش اي مشكله. دي داتا جاذرنج بتاعتي او تجميع. طب ده عباره عن ايه؟ عباره عن دي اخر اكتيفيشن ديت بتاعتي. الداتا سورس بتاع الداتا سورس اللي موجوده هيبقى انا جايبها عن طريق امبلوي سيرفي، يعني عاملها عن طريق استبيان. مين اللي منتين اتش ار ديبارتمنت؟ اند اوف كوارتر، اخر الكوارتر بنعملها. الكومنتس بتاعتي ببدا احط ايه هي الملاحظات للشغل بتاعي اللي انا هشتغل عليه، وهكذا وهكذا. بنبدا نجمع كل الكي بي ايز دي ونعرف كل المعلومات عنها من خلال هنا شيت اكسل. طيب اهم حاجه بقى الكي بي اي تمبلت فورم اللي موجوده في الشيت رقم 3 اللي هو الكي بي اي ديسكريبشن. شيت 3 فرنس تمام. ايه الكي بي اي ديسكريبشن ده؟ ده عباره عن الكي بي اي تمبلت فورم. باختصار ده بالنسبه لنا هو التمبلت فورم او النموذج اللي احنا بنعمل بيه الكي بي اي. نبص كده مع بعض. اطلع فوق كده يا فرنس معلش، دي كالكوليشن. فوق فوق لفوق. بالظبط تمام. اول حاجه هتلاقي فيه لو انت بص على الاخضر يونيك ايدنتيفيكيشن، تحتيها فيها الكي بي اي نيم والسمارت كي بي ايز دوت كوم نوم. السمارت كي بي ايز يا جماعه ده من موقع الكي بي اي، عاملين له زي كود او مرجع موجود في موقع اسمه السمارت كي بي ايز تبع معهد الكي بي ايز او الكي بي اي انستيتوت، فهو حاطط له كود معين. طب نبص ايه هو الكي بي اي نيم؟ كوست افويدنس سيفنجز، الفلوس اللي احنا ممكن ايه نتجنبها بالنسبه لنا، قيمه الفلوس اللي احنا ممكن نقللها. طيب جميل. الاورجنايزيشن ميجر نوم اللي هو الاتش ار كي ار 1. الديفينيشن اند يوسج، ايه الديفينيشن بتاعه؟ قال لك والله الديفينيشن بنقيس الاماونت سيفد، الكميه اللي نقدر تو اكشن تيك تو ريديوس فيوتشر كوستس. يعني احنا بنحاول يا جماعه نقلل، بنقيس الفلوس اللي احنا نقدر نقللها في التكاليف القادمه. طيب هنا بالنسبه طيب الاورجنايزيشن اريا قال لك ده في الاتش ار ديبارتمنت. البرسبكتيف بتاعي ده جزء فاينانس، ده واضح انها جزء ايه؟ مالي. ندخل على الكالكوليشن، ده اسمه الكي بي اي تمبلت فورم. كالكوليشن عندي السب اورديت ميجر يوزد تو كالكوليشن، بيعرف لي بقى الاجزاء، يعني اعرف لي الايه هي ايه. قال لك الايه هو السيفنج الاشيفد ديو تو كوست افويدنس، وهو حاجه واحده بس اللي موجوده، وده هو الكالكوليشن اللي انت هتحسبه على طول وهتطلعه مره واحده. طب امتى الترند ده يبقى جود؟ قطبيه المعادله دي ايه؟ دي قطبيه. ايه يا جماعه ايه رايكم؟ سالبه ولا موجبه؟
موجبه، كل ما زودت الكوست سيفنج كل ما الدنيا بقت افضل، فهنا الايه السلبيه ايه موجبه. ده بيفوكس على ايه؟ قال لك والله بيربس او الغرض بتاعي تو تراك ذا اوت كام اوف كوست افويدنس، الاستراتيجيك اوبجيكتيف، الميجر فوكس الى اخره. طيب انا خلينا كده ايه، طب هقف عند الجزئيه دي هكملها المحاضره الجايه لاني الموضوع ده عايز تركيز شويه، فانا حاسس ان البوصله هتضيع شويه. فالكي بي اي تمبلت فورم هبدا بيه المحاضره الجايه، ثم هنستكمل بقى وناخد اللوجيك موديل او تمام. انا حاسس ان الدنيا هتوه مننا، فمش عايزين نبوظ الدنيا في اخر المحاضره. فالنهارده احنا خدنا مع بعض البالانس سكور كارد، ازاي بنعملها، ايه البرسبكتيفز بتاعتها، ازاي ننشئها زي ما انشاناها جزئيه جزئيه، ازاي بنعمل الاستراتيجيك ماب وتاثير الاهداف الاستراتيجيه على بعضها البعض. الله يكرم حضرتك يا رب. طيب العفو يا جماعه، ربنا يكرم. شكرا على ربنا، شكرا على تركيزكم اثناء المحاضره. ان شاء الله عايز بقى بالانس سكور كارد حلوه بقى، هكتبها لكم ان شاء الله في الاساينمنت، واللي انا فرحان جدا جدا بالاساينمنت اللي بتحطوها، بتحطوا حاجات جميله جدا جدا جدا. بس يعني انا مش عارف ادي فيدباك لكل واحد والله بسبب الكتره، 85 واحد، ربنا يبارك فيك يا رب. الحمد لله الحمد لله، احنا توفيق ربنا مش حاجه ثانيه، حاولنا نطبق على قد ما نقدر. انت برضو مطالب انك تطبق، انك تعمل مع تعمل الجزئيه بتاعت البالانس سكور كارد وتعمل استراتيجيك ماب. ممكن. طيب منصور حسين عايز كده، العفو عشان صبحي. الله يكرم حضرتك، ربنا يكرمك ويكون سعيد. لا ربنا يكرمك والله، لا ده سعيد ده ليك يا هندسه، ليك والله عشان يطبق. لا حبيبي اتفضل يا فندم. سؤال بس بالنسبه لانواع الكي بي ايز اللي خدناها المحاضره اللي فاتت. تمام. يعني هو الانواع، يعني ممكن الكي بي ايز الواحد يبقى يعني يشمله اكتر من نوع، صح كده؟ يعني ممكن يبقى كوانتيتيف وليدنج، او كوانتيتيف مثلا ولاجنج او كده يعني، صح؟ صحيح يعني صح كلامك يعني صح. تمام ممتاز. مشان سعيد بيقول سؤال جميل، هل التصنيف ده ما ينفعش حاجه تكون كواليتيف وكوانتيتيف؟ لا، بس ممكن يكون كواليتيف ويكون ليدنج او يكون لاجنج. يعني مثلا الكاستمر ساتسفاكشن مثلا ليدنج بالنسبه للارباح، فهي بالنسبه لنا تعتبر كواليتيف يعني نوعيه، وفي نفس الوقت هي سبب. معايا؟ صح كده كلامك صح. تمام الله ينور. عفوا. طيب حد عنده سؤال تاني؟ جزاكم الله كل خير. تحميل الكتاب؟ هنزله لكم ان شاء الله ما تقلقوش. هنزله لكم، ده هو مش كتاب، هو سلايد بتاعت الكي بي اي. مفيش نماذج. بص يا منصور ماني، بص يا جماعه، الاداره مفيش نموذج. الاداره انتوا بتعملوا، انتوا اللي بتعملوا النموذج. الحلول بتاع الاستاذ انا شفتها، كلكم شغالين ممتاز. كل واحد بيطلع الحاجه اللي عنده. انا بس هبقى اناقشكم في شويه حاجات كده موجوده لبعض الناس، يعني مناقشه. يعني واحد مثلا كان كاتب لي في الكول سنتر الكي بي اي بتاع المكالمات الصعبه، فكنت هنتناقش مع بعض يعني ايه كلمه صعبه. يعني هنرجع كده اوفرول للناس، بس الناس كلها شغاله تمام. ولو عرفنا ممكن يعني خلينا كده واحده واحده بس كده، عشان موضوع الاسايمنت عدد كبير قوي قوي، فصعب ان انا ابعت لكل واحد، بس الناس كلها ما شاء الله شغاله كويس جدا جدا جدا. ان شاء الله ممكن نبقى يعني اعمل فيديو خاص ليها او كده، بس ربنا يسهل. يعني انتوا شغالين تمام، وهبقى كده اظبط حاجه جدا الموضوع الاسايمنت ان شاء الله. ربنا يبارك فيكم يا رب. جزاكم الله كل خير، وانا فرحان بيكم والله كلكم، ربنا يبارك فيكم يا رب. حد عايز حاجه؟ حد عايز يتكلم؟ التحضير، الحضور مش شغال يا جماعه. بالنسبه لفريق الجوده، هل يقدمون يوصفوا المشاكل؟ لا طبعا، يوصف المشكله ويقدم الحل. طبعا طبعا شور. اسمع ان في نماذج كتير الكي بي اي بيشتغل عليها. بص يا باشا، زي جميل قوي،
ما احنا قلنا يا جماعه ما فيش ستاندرد، ما فيش النموذج مختلف. وكان الاستاذ درار كان قدم لنا نموذج ان شاء الله هنقدمه المره الجايه في اول محاضره. ان الاستاذ درار كده كان عنده نموذج من شغله كان ممكن يقدمه لنا المحاضره اللي فاتت، وبعدين قلت له اجلها، فان شاء الله اول محاضره الجايه ممكن يبقى معانا ان شاء الله. يا جماعه نموذج التحضير مش شغال يا باشمهندس احمد. احمد سمير افتح الاكسس بتاع الحضور حبيبي، ارضى عليك. هو قافله من عنده ناس. افتح الحضور للناس. الحضور فتح. طيب تمام الحضور فتح يا جماعه، الحضور فتح. الفعاليه طيب والكفاءه الان مش واضحه كتير ليا. طيب الفعاليه والكفاءه، طيب ممكن اوضحها لك في بوست، اوضحها في بوست في الجروب. تمام اوضح الفعاليه والكفاءه في بوست في الجروب. بس المبسط بتاعها الفعاليه هي اتشيفمنت تحقيق، الكفاءه تحقيق بموارد. الموارد دي ممكن تكون وقت، ممكن تكون فلوس، ممكن تكون يعني النهارده مثلا الفعاليه ان احنا نخلص كورس الكي بي اي ده اسمه فعاليه، خلصناه بنسبه فهم قد ايه؟ ده كفاءه. واضحه؟ تمام. شوف في سؤال عندي باشمهندس. طيب ده الموضوع حاسمه كبير، ازاي نبسط الموضوع؟ هو كده احنا كبير والله. انا بحاول نبسط. ماشي تمام. بص يا باشمهندس. تمام يا فندم. دي بس هبص هرد على المهندس سيدريس وانتظر حضرتك على طول. والله يا باشا معلش، واحده واحده. الحاجه الكبيره محتاجه وقت كده تستوعبها وتقراها اكتر من مره، بس والله احنا بنحاول نطبق عشان يبقى فيه مش كبير. ف اصبر، العلم عايز صبر شويه يعني. حتى الحاجه اللي تحسها كبيره ارجع اقراها تاني، هتلاقيها والله جميله يعني. واحده واحده وهنحاول نبسط برضه قد ما نقدر. ماشي ما تقلقش، الموضوع بسيط قوي ان شاء الله. اتفضل يا باشمهندس. السؤال بالنسبه لحضرتك، الكي بي ايز اللي موجوده على المستويات المؤسسات او الشركات او المكاتب او الجهات الحكوميه، واتفر مين المستفيد من التقييم؟ انا سؤالي الليفلز بتاعت الكي بي اي، في منها ليفل يعني زي ما بقول كده ليفل ابتدائي، بعدين ليفل متوسط، وبعدين ليفل كلاس عالي، وفي سمارت يعني. فالليفلز ديت ببتديها تدريجيا، ولا ممكن ابتدي بالليفل اللي يبقى كفر اول المؤسسه وابتدي اشتغل عليه فتره طويله وبعدين اعممه؟ تمام. انت بتتكلم على كاسكيز بقى، اللي هي ان انا ازاي انزل مثلا كي بي اي من المؤسسه على الاقسام وعلى الافراد، صح كده ولا انا في الصوره غلط؟ مظبوط سعادتك. تمام. هو طيب الموضوع ان شاء الله ده هيبقى يعني اعتقد في المحاضره القادمه هنتكلم عنه باستفاضه شويه. هنتكلم عنه هيتضح لحضرتك، لانه هيبقى موضوع كبير. يعني في بعض مثلا كي بي اي تنفع للشركه وما تنفعش للاداره، وفي بعض الكي بي اي تنفع للشركه وللاداره. فلما باجي اسقط الاهداف من مستوى الاستراتيجي لمستوى التشغيلي، احيانا الهدف بينزل هو، واحيانا في اقسام ثانيه ما بينزلش هو. ببدا اقسمه الهدف الاستراتيجي الى مجموعه من الاهداف التشغيليه. في برضه كونفليكت بين حاجه ما اعرفش حاجه تأيدني فيها، يعني لك القرار الاخير بحكم الافضليه في الخبره وكده. موضوع الكي بي اي، الله يبارك ساعتك، الكي بي اي وزارة التغيير في المؤسسات او الشركات، يعني اقناع الشركات باهميه الكي بي اي على المستوى التطوير للشركات، وعلاقه اداره التغيير داخل الشركات، في كونفليكت بينهم ولا انتجريشن؟ لا انتجريشن طبعا اكيد، انا متأكد ان هو انتجريشن، بس انا اقصد يعني هو رقم واحد. اولا هو اول حاجه ان الكي بي اي رقم واحد انها بتظهر وجود المشكله وبتفوكس عليها وبتعملها امبروفمنت. فانا النهارده عايز اعمل تشنج في المكان. حضرتك النهارده بتقول لي غير نفسك يا باشمهندس محمد. انا طالما ان انا ما عنديش مقياس اقول نفسي انا اغير ايه، فهفضل زي ما انا. فالعلامه الاولى يعني مثلا واحد عنده نسبه الكوليسترول عاليه وعايز تخليه يغير حياته ان هو يبدا يمارس رياضه. لو هو ما عرفش ان هو كده نسبه الكوليسترول عاليه، ولا ان ضغطه عالي، ولا ان سكره فيه مشاكل، ولا ان مش عارف ايه، هيغير ازاي؟ بص في قصه جميله في اداره التغيير اسمها قصه جبل الثليج.
مجموعه من ال الاسم البط ولا حاجه كده، قصه اجنبيه جميله جدا، بيتكلموا في الحته دي ان في مجموعه من طائر معين كده قاعدين في وسط الجبل ماشي، ففي مجموعه من الشباب منهم عارف ان الجبل هينهار عليهم، فلو الناس دي عارف عايزه تغير بقى، فبداوا مرحله التغيير لانهم شافوا الخطر. التغيير يبدا برؤيه الخطر، وبما اني ما عنديش كي بي ايز وما بفعلهاش كيف سارى الخطر؟ فلذلك وانا بغير برضه لازم بقيس الكي بي ايز، ان احيانا ببدا اغير بطريقه عشوائيه وسريعه ومقاومه الناس، لازم اقيس الريزيستنت بتاع الناس. انت عندك مشكله كبيره جدا في التغيير، يعني التغيير نمط الاوتوميشن مثلا في مؤسسه ده بيعمل مشاكل غير طبيعيه، فلازم اقيس، لازم طول ماشي اقيس رضا الناس عن التغيير واشوف درجته وهل هيتحسنوا ولا لا مع استمرار التغيير. ف حضرتك اتكلمت في موضوع محترم جدا جدا جدا، وفي طبعا يعني موضوع تكاملي يعني فعلا. سؤال اخير وانا اسف اني اطلت عليك. تمام هو بس تمام اتفضل. وكاد يكون غريب شويه بس ما اعرفش ممكن ازاي اطبق الكي بي اي داخل الاسره. داخل ايه؟ داخل الاسره، بين الاولاد وبين الاسره، داخل الاسره مش داخل الشركات. ازاي؟ جميل قوي. الكي بي اي داخل البيت، داخل رائع الأسرة. رائع. حضرتك في اسرتك عندك مجموعه اهداف عايز تشتغل عليها. تمام خلاص، يعني ما بسهوله جدا ابدا احط اهداف في انفاق عندك في الجزء المالي ده موجود طبيعي، في الجزء الاجتماعي، في الجزء الديني. يعني عجبني قوي واحد بيقول لك ان صلوات الانسان في المسجد هي اكبر مؤشر اداء. يعني بتعتمد على التربوي، يعني كي بي اي خاصه بالتربوي والعلمي والمستقبلي للحياه بالنسبه لي، ان انا عاوز اشوف التارجت. انا التارجت عندي للاولاد ايه؟ التارجت ليا ايه؟ صحيح. حضرتك النهارده مثلا من ضمن الاهداف يا فندم ان انت مثلا ابنك يكون اكثر ثقافه. طيب حضرتك تشوفه قرا كم كتاب، انت عايز يبقى مثقف، حضر كم دوره تدريبيه. يعني حضرتك طبعا انت عارف طبعا اولادنا كلهم دلوقتي ماسكين موبايلات وماسكين البتاع وحاجه كده مش كويسه يعني. فهنبدا نشوف يعني بدايه نفس الفكره. في احد المحاضرين المحترمين دكتور محمد مصطفى عنده فيديو كده بيتكلم فيه عن الشخص نفسه ممكن ازاي يحط البالانس سكور كارد على حياته، يحط الاربعه. ممكن احطه لكم على الجروب، محترم جدا الله. يعني دكتور محمد يعني ضرب مثال جميل قوي على الافراد على جميل. على الشخص نفسه جميل جدا. وده بياكد حضرتك سؤالك والله يا سيدك رائع، ربنا يبارك فيك يا رب. ده بياكد فعلا يا جماعه ان اللي احنا بنتكلمه ده والله حتى هتستفيد بيه على المستوى الشخصي، وتستفيد بيه على مستوى ادارتك لما تمسك اداره صغيره. يعني اصل احنا طبعا العالم المحبط اللي موجود معانا ممكن يهيئ الانسان او يوسوس له، يا عم انت تعمل ايه؟ انت هتصلح الكون يا عم، ده اللي مؤسسات بايظه. لا 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 لا، كل اللي بنتعلمه ده اكيد يعني اولا سنؤجر امام الله سبحانه وتعالى ان احنا عايزين نتعلم حاجه مفيده، والحمد لله انا شايف ان الناس اللي موجوده كلها ناس مش محبطه، وانا سعيد بيكم جدا يعني، ربنا يجازيك خير يا رب يوفقكم. مهندس عمرو مصطفى سعادتك واطلت على سعادتك وعلى الجروب وعلى الناس اللي حضروا. نورتني يا فندم، نورتني. الله يبارك فيك، جزاكم الله كل خير. الله يكرمك ربنا علينا واياك، ربنا علينا واياك. مهندس معلش، انت هنا موجود معنا في السعوديه مظبوط؟ جيزان. فين هنا؟ في جيزان؟ ممكن رابط الحضور يا جماعه موجود. انا في الرياض، ممكن رقم جوالك بعد اذنك اتواصل معاك. تمام يا فندم. طيب تمام. حضرتك عايز تكتبه؟ ممكن. اتفضل يا فندم. 058 لو حد عايز يكتب. مهندس سيد رزق في ابها. والله عايزين نزور ابها قريب انا واصحابي. ابها دي مصيف يا مصر. لا روعة والله، رحتها انا زرتها كتير، هي مصر المملكة. اتفضل بيك. ربنا يبارك فيك. 058 351 0419. رابط الحضور موجود يا جماعه. الله يكرمك مهندس سعيد. 04 كام فندم؟ 058 351 0419. 04 19. يا فندم انا هقوله مره ثانيه، 058 351
0419 هو ده، هو ده المكتوب اهو. انا هرن على سعادتك، هرن على سعادتك انا دلوقتي. ايوه تمام تمام. اخرج 72 اسجلها في المحادثه، اقفل بقى عشان اكمل بشتغل على الموبايل. ماشي ماشي اوكي شكرا لسعادتك. شكرا محفن. تمام جزانا وياك مهندس بلال، ربنا يكرمك رب. مين كان عايز يتكلم؟ حد عايز يتكلم؟ طيب مهندس عمرو مصطفى واستاذ خالد الزيداني. طيب اللي مهندس عمرو الاول ولا لا؟ ما السلام عليكم، انا بشكر حضرتك طبعا على الكورس الرائع ده حبيبي. وكنت بسال هل في كورس تاني يوم الاحد الجاي ولا ده اخر كورس النهارده؟ لا لا لا، في محاضره جايه ان شاء الله. لسه احنا اعلنا ان هم تمن محاضرات ان شاء الله. احنا النهارده في المحاضره الرابعه، فاضل اربعه. تمام طب تمام ان شاء الله. مين معايا يا فندم؟ بالتوفيق يا رب ان شاء الله. مين معايا؟ خالد الزيداني معاك. استاذ خالد حبيبي، حضرتك من الاسماعيليه؟ اه من الاسماعيليه. اه حبيبي من الاسماعيليه. طيب. الله يخليك. حضرتك زي في بيننا صداقات مشتركه، عشان كده انا فاكر اسم حضرتك. محمد الشريف، استاذ محمد الشريف هو اللي ومحمد شبراوي وكده، بتهيألي صديقك. اه محمد شبراوي. اه تمام، ده كان معايا في الفصل. يلا حبيبي الواحد، ربنا يبارك. الله يسعدك، الله يكرمك، شرفتنا حبيبي. الله يكرمك، الله يكرمك. اتفضل مهندس عمرو. استاذ عمرو السلام عليكم. شكرا حبيبي، ازيك؟ ازي حضرتك يا باشمهندس؟ الله يكرم حضرتك يا رب ويرضى عنك. باشمهندس محمد، طبعا احنا بنشكرك على المجهود اللي بتعمله معانا. ربنا يبارك حضرتك. انا كان عندي يعني استفسار بخصوص عمل. انا اولا انا مهندس مدير جوده شركه تمام في مكتب. تمام. انا عايز اطبق الكي بي اي عندي، يعني انا في الكواليتي على اساس اقدر استفيد منها استفاده يعني في مجال عملي. تمام. تنصحني بايه الاستخدام ليها يعني عندي شغل؟ طيب ماشي، ممكن حضرتك يعني تكلمنا على الخاص وننسق بحيث اعرف طبيعه عملك قوي برضو، ونترجم الكلام اللي انا بقوله ده اربعه بالنسبه. يترجم عادي، كل حاجه تترجم، بس محتاجه ان شويه تفاصيل عشان تعرف تترجمها. بس شويه كده بس. لو هو بص حضرتك يا باشمهندس، انا طبعا انت عارف ان حضرتك يعني كجزء من الكواليتي هو الكي بي اي لازم كده كده يتوفر عندنا في العمل. تمام. عشان كده انا كان هدفي الاول والاخير طبعا استفاده قبل اي شيء، يعني في ان انا ادخل الكورس ده، لان انا كنت دايما كنت بسمع وانا كنت استشاري ان احنا ايه كان في عندنا مثلا شغل لازم نطبق الكي بي اي، لازم نطبق الكي بي اي، وانا ما كنتش فاهم يعني ايه الكي بي اي. تمام. فانا دلوقتي لما انتقلت لمجال المقاولات على اساس ان انا اشوف اكبر استفاده ليا، لقيت ان احنا عندنا بيعتمد في المجال الاول والاخير في الجزء بتاع الكواليتي، ان هو ايه معنى كلمه الكواليتي اللي هي الميثود والحاجات دي، الميثود ستيتمنت والشغل ده كله. لكن انا عايز استفيد منه على اساس اطور نفسي وعايز اطور مجال عملي، يعني انا استفيد منه، لان انا دلوقتي قلت لحضرتك انا دلوقتي على منصب مدير جوده، عايز تمام. عايزها فعلا تكون فعاله بالنسبه لي، فعايز حضرتك تنصحني ايه الحاجات اللي انا اقدر استفيد بيها، وان انا اقدر اعمل بيها حاجه كده افكت يعني تسيب الانتباه عندي في الشغل. تمام. طب دي نتيجه. تمام. بص يا فندم، اول فكره احنا بنتكلم في كواليتي اشورنس وكواليتي كنترول. اول فكره دي مش بتفكرك بالليدنج واللاجنج؟ ايوه مظبوط، عندي وانا بدرسها في البي ام بي برضه. بالظبط كده، تمام كده بالظبط. اذا انت هتبدا تشوف كل المؤشرات الخاصه بالكواليتي اشورنس هتبقى دي بالنسبه لك ليدنج، وكل المؤشرات الخاصه بالكواليتي كنترول بالنسبه لك لاجنج. تمام كده. الموضوع يعني تمام، مفيش مش يعني هو الموضوع عايز ازاي تسقط الكلام بتاعنا ده العام بقى الى كلام خاص فعال بي. ايوه انا عايز الكلام فعال بالنسبه لي، لان فعلا انا عايز حضرتك، انا كنت بسمع دايما يعني حتى من الطاقم الاستشاري اللي هم بيبقوا اكبر مني طبعا اللي هو الدايركتور والناس دي كلها، الكي بي اي ده شيء كويس ولازم تستفيد منه وحاول تطور من نفسك فيه والحاجات دي كلها. انا فعلا انا يعني حابب ان انا طبعا اتواصل مع حضرتك بالخاص على اساس ان حضرتك تقدر تفيدني ايه الخطوات اللي انا البروسيجر اللي ممكن اتبعها على اساس ان انا اقدر اطبق الكي بي اي عندي في العمل بشكل استفاد منه ويبين للشغل ان فعلا في حاجه جديده تمت وتطورت عندي في القسم بتاعي. طب ده يبقى على مجموعه خطوات. من الخطوات ان انت هتدور في النت على الكي بي ايز المستخدمه في العالم في النقطه دي،
الاوبجكتيفز بتاعتك، طبيعه عملك هتحللها تحليل قوي شويه، مين العناصر اللي موجوده عندك، الافراد اللي عندك مؤهلين ولا لا، ايه الحاجات اللي انت ممكن تشتغلها، حاجه زي البالانس سكور كارد لو انت طبقتها بشكل بسيط ثم قعدت تطور عملت اساينمنت مسكت واحد وخليته ماسك التقرير ده وبقى بياخد التقرير بشكل متواصل وبشكل قوي وبقى فيه الزام ليه، لا الحاجات دي كلها تغير والله، الموضوع مش سهل. لو انت حتى بدات بريبورت متوسط، ريبورت ما يعني لميت فيه اقوى الاهداف اللي موجوده وحطيت في كل هدف 2 أو 3 كي بي ايز كشفوا لك الهدف ده، لا ده ينطق كتير قوي، مش يعني هل هي الكي بي اي عباره عن تمبلت بس يا باشمهندس احنا بنقدر نطبقها عندنا في العمل، ولا هي ممكن تكون بشكل يعني ايه يعني كنترول كواليتي، مش تكون كواليتي اشورنس زي ما حضرتك بتتكلم كده، احنا مش عايزين كواليتي اشورنس، احنا عايزين كنترول كواليتي السايت نفسه، هل ممكن ان انا اقدر اطبقها ما تكونش بس تمبلت عندي ورقيات، تكون عندي فعلا تكون عندي موجوده في السايت؟ هل يمكن طبعا ممكن تبدا تعمل اوديت على الشغل ده، والاوديت ده تسجله وتلزم واحد بيه. بص حضرتك، هي مشكله طبعا زي حاجه دوست على حته مهمه قوي في الكواليتي اشورنس، ان هي عباره عن ورقيات لكنها في الحياه هي عباره عن حقائق وليست ورقيات، للاسف اتحولت الى ورقيات. يعني هو الورق ده ايه؟ الورق ده اصلا المفروض انه اثبات لحقيقه، للاسف الحقيقه ما بتحصلش واحنا بنعمل ورق للاسف. والاوديت ده عباره عن ورق برضه، الاوديت ده برضه عباره عن ورق يعني كله هو حاجه. الاوديت شوف الحاجه يا فندم، الاوديت عباره عن مشاهده بتترجمها في الورق. ما هي دي المشكله، ان احنا بنغير الحاجه الورق، ودي المشكله. انت بقى ممكن بقى تبدا تشوف تعمل عمليه مراقبه على الناس اللي هتشتغل على حاجه، بحيث انك تتاكد ان تم تحويل الورق ده الحقيقه. موضوع محتاج ده مينيتور بس يا باشمهندس، الاديت ده عباره عن مينيتور بس، ان انا بعمل مراقبه زي ما حضرتك ما بتقول مينيتور بس. ماشي يعني حضرتك النهارده لما بتتاكد حضرتك يا فندم ان مثلا كل الناس عندها معدات السيفتي موجوده في الموقع مثلا، او بتتاكد حضرتك ان كل التولز موجوده، بس بتتاكد بطريقه حقيقيه، يعني ايه؟ ان الشخص اللي بيروح يشوف ده فعلا بيلاقي ان كل المعدات موجوده والخامات موجوده اللي عنده، واخد بال حضرتك؟ طب مش ده ممكن يكون كي بي اي موجود عندك تحسبه؟ متاكد ان الناس كلها خدت دورات تدريبيه انها تشتغل في الناس دي، او انها مؤهله؟ مش ده جزء من الكواليتي اشورنس اللي في الاخر بيضمن لي ان انا في الاخر اقابل يعني احقق الانسبكشن، او لما اجي اعمل انسبكشن اتاكد يعني بالنسبه لي حاجه يعني مطابقه او كده، او هي بيسموها كونفورمانس وكده يعني، واخد بال حضرتك؟ يعني بقصد ايه هندسه؟ بقصد ان انت هتبدا تحط التشيك بوينتس بتاعتك وتحسبها وتعمل لها كي بي ايز، ولو اتنفذت صح يعني طبعا في المؤسسات اللي بتحصل فيها كده بتقلل الاخطاء كتير جدا جدا جدا، وبتوفر عليك فلوس كتير جدا جدا في الكواليتي كنترول. يعني نقدر نقول ان مثلا الكي بي اي زي الكواليتي اشورنس كده يا باشمهندس؟ يا فندم الكواليتي اشورنس الكي بي اي عباره عن ان هي بتحسب بقى ايه اللي حصل في الكواليتي اشورنس وتحوله لارقام، والارقام دي تشوف انت عملت كواليتي اشورنس صح ولا غلط؟ هل انت حققت المستهدف اللي انت عايز تعمله ولا لا؟ واضحه النقطه دي؟ داتا اناليسيز يعني بتحوله لرقم، مش احنا بنقول كي بي اي رقم نسبه مئويه او عدد او فلوس؟ ايوه فانت المقياس بتاع الكي بي اي بالظبط، ده المقياس الكي بي اي. بتبدا تشوف والله الكواليتي اشورنس اللي انا اخترته اتطبق منه قد ايه فعليا، هحطه كي بي اي. التشيك بوينتس اللي انت اشتغلتها هتحطها كي بي اي، على حسب بقى حضرتك رؤيتك لايه اللي هيصلح المكان، وتبدا تحطها تترجم الكواليتي اشورنس بتاعك اللي انت حاطه عشان تضمن في الاخر انك لما تيجي تعمل كواليتي كنترول تعمل انسبكشن تجد النتيجه المطلوبه، فتبدا تقيس الكواليتي اشورنس. ده ان شاء الله هنتكلم عنه المحاضره الجايه في حاجه اسمها اللوجيك موديل. ان الشركات انا بحس يا باشمهندس ان انا عندي في الكواليتي كنترول او في الكواليتي اشورنس ان مفيش ربط بين الاثنين. ماشي، يعني اللي بيتقال حاجه واللي بيتنفذ حاجه ثانيه.
ماشي. انا بشوف ان مثلا يعني انا بقول لحضرتك انا لما اخترت اللي هو الكورس ده انا بشوف مثلا حاجه اللي هي تربط عندي بين الاداء بين الورقيات وبين التنفيذ في الموقع وبين معدل الاداء وبين قياس الموظفين اداء الموظفين زي ما حضرتك بتقول، وان ازاي اقدر اعمل كنترول على الموظفين، يعني حاجه زي كده. انا حسيت ان ممكن في الكي بي اي ممكن هي اللي تديني يعني ايه الانفورميشن للحاجات دي. ما انا بقول لحضرتك اوديت دي مربع سواء انترنال اوديت او ليد اوديت. جميل. يعني 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 اكشن يا باشمهندس، اكشن ولا 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 لا ولا ورق؟ لا انا مش شايف ان هي اكشن، انا مش شايف ان هي مفروض. لا بص، في فرق بين الممارسه والحقيقه. يعني الوقت حضرتك بتتكلم عن اللي بيحصل دلوقتي، وده ممكن يكون مشكله او خطا ما موجود، لكن اصل كلمه اوديت اكشن، صح ولا كلامي غلط؟ مظبوط. ايوه بس هو في فرق بين الممارسه وبين، يعني هي القصه ان احنا بنمارس غلط، دي مشكله الممارسه الغلط. انت مفروض عن طريق كي بي اي بتحاول تغير الممارسه لممارسه صحيحه، وده اللي انت هتبدا تشوفه بقى فين المشاكل، تبدا تطلعها من خلال المؤشرات، وازاي بقى انك تعمل اجراءات معينه وقرارات تظبط بقى الفجوه اللي موجوده ما بين الخيال اللي بيتحط في الكي بي ايز اللي مطبق على فكره يا باشمهندس في شركات معينه، عشان برضه نكون منصفين. لا، في شركات بتطبق تطبيق صحيح. باشمهندس انا اشتغلت سنه في ارامكو، يمكن هي دي الحاجه الوحيده اللي اقول لحضرتك فعلا شفت فيها ايه تطبيق بالنسبه للوجه دي. انا اتفق معاك فيها، بس انا هنا انا هنا في السعوديه 13 سنه اشتغلت مع اولاد، واشتغلت استشارات 6 سنين مع اولاد حوالي 7 سنين. انا يعني عايز اقول لحضرتك ان احنا مثلا لما نيجي نقول كلمه اوديت، انا ديتي بسمعها مجرد سمع، حتى لما بقيت وصلت بقول لحضرتك كواليتي مانجر برضه بسمعها مجرد سمع، يعني هي فعلا تمبلت بتيجي وبتتعبى وتقيم ايفالويشن بس وخلاص، وبعد كده مش يعني الاكشن اللي حضرتك بيقول. انا معترض على الكلام اللي بتقوله، انا معترض جدا. تمام. هندسه دي ممارسه يعني ممارسه خاطئه موجوده. هو باشمهندس بيحكي عن احنا بنتناقش عادي، احنا بنتناقش. لا انا مش بقول حاجه سعادتك، انا مش بعترض، انا بعترض على الكلام، مش بعترض على سعادتك ولا الكلام ده، انا بعترض انها اوريدي الثقافه اتغيرت، الالتزام والالزام بتنفيذ الرولز دي بقى حاجات تعتبر زي السيفتي دلوقتي. السيفتي الناس ما كانتش مقتنعه بيه من سنين، من 10 سنين واكتر، دلوقتي السيفتي بقى رقم واحد في المشاريع. الاوديت حاجات اساسيه، الكواليتي الكنترول بتاعك عليها بقى اساسيه، الاشورنس الاوديت يعني بقى حضرتك فيه يعني اسس في المشاريع وفي التنفيذ وفي مجال سعادتك، يعني ماشي على مراحل. فانا باكد لسعادتك ان الناس اتغيرت، الناس اتغيرت عشان بس ما ندورش منظومه. طيب احنا بص يا جماعه، احنا لو في نقاش مثلا ممكن بعد اذنكم بس نبقى ايه، ممكن تناقشني ونبدا نتكلم فيما مع بعض، او نطرح ناس كان سؤال يعني برضه دكتور ابراهيم عشان نجد حلول. عايزين نجد حلول بس. نعم فندم، انا اسف ان انا صوتي عالي. دكتور ابراهيم، ارجو ان نترك السائل للمحاضر. اتفرجت وكنت فعلا حابب ان انا اخد الكورس ده ويكون حاجه اضافه ليا واطبقها فعلا يعني. وان شاء الله اتمنى ان اكون مع تواصل خاص مع حضرتك. تمام يا فندم. هو بس حضرتك ما كل حاجه محتاجه وقت، بس يعني هو اسقاط اي شيء في شغلك محتاج وقت ومجهود وخطوات، بس هو مش اكتر من كده. الخطوات دي واحده واحده انا مع حضرتك وتحت امرك ان شاء الله. شكرا ليك، شكرا، الف شكر ليك وعلى كلامك يا باشمهندس.